المواضيع اللي حنتناولها وياكم في اعلاننا لنهار اليوم، من بينها موعد مهم جدا يخص يخص الاطباق، ولكن الاطباق هذه سبيسيال شويه. اكيد الاطباق تتناسب اليوم مع لوك زميلي. لوك هذا يفكرنا بهذاك البلد. اوكي بيان سور سيتا لوك ايطاليانو. قلت لكم لانه الجزائر تحتضن ايام البيتزا والباستا بمنتزه السابلات. صلاح باستا المقارون وي نيبات ومانيا جينيرال. اوكي معجنات اكزاكتو هذه هي ولا البيتزا. اذا هذا الموعد راح تحتضنه الجزائر، هو موعد دولي، كل الدول اللي تناول هذه الاشياء راح تكون حاضره في الجزائر، بالاضافه لموضوع الاطباق التقليديه الجزائريه في العديد من التقارير اللي اعدوهن الزملاء. في جانب الفن حنتكلموا على السينما، سينما الزمن الجميل والافلام هذيك بالابيض والاسود النوار بلون اللي كنا نشوفوها بكري واللي خلت فينا اثر احنا كالجيل اللي عايش هذاك الزمن. وكذلك حنشاهدوا مواضيع اخرى وضيوف يحضروا معنا في الطابع الفني والطابع الغنائي. أكيد عندنا أيضا صلاح الزملاء اللي أعدوا لنا أيضا موضوع حول السينما اللي أعدوا زميل محمد موفق، أيضا رح نشوفوه في عدد اليوم أيضا، وأيضا عديد المواضيع. طبعا ما عليكم غير تتصلوا بنا وتكلموا في الهاتف ديالكم مع طاقم صباح الشروق اللي يستقبلكم من البدايه في الكونترول حتى توصل معنا على المباشر وتخرجوا كامل واش عندكم في قلبكم على هذا البرنامج من حاجه جميله شفتوها، من حاجه ربما حابينها تغير لقادم المواسم ولا حتى نهايه هذا الموسم، وكذلك الاشياء اللي في المجال الصحي والطبي، لانه في مواضيع عندكم حابينها تكون معنا، فما عليكم غير تقترحوا علينا حتى نشوفوا انتم واش هي الامور اللي تهمكم. اكيد ايضا على بالنا بلي يهمكم بزاف المطبخ، وايضا يهمكم بزاف تشوفوا الشيف نديم اللي غاب علينا البارح لظروف عائليه، لكن اليوم راه حاضر معنا. صباح الخير نديم. صباح الخير زهراء. صباح الخير صالح. السلام. الله يسلمك. صافا ولا غير الحمد لله. البارح انا طيبت في بلاستيك. اه عندك قال لي مغسول في كوزينه. لا لا كنت حضرت معنا الشيف كريمه ياك. وي حضرت معنا الشيف كريمه البارح. ابدعت كذلك هي كذلك بمختلف الاطباق اللي قدمتها لنا، ولكن انت اليوم حضرت لنا حاجات اخرى. نعم صباح الخير مشاهدينا الكرام، اليوم حنقدموا لهنايا دي غاطو او شوكولا اللي حنديروا لهنا ان بي كوكيز ولي لي كوكيز. لي كوكيز هذوك بصح نديروه كبير. نديروه كبير اوكي. نديروه كبير وندير لك لداخل فواد بشوكولا على بالي اللي تحب بزاف شوكولا صافي. وي هذاك الكوكيز البنه ديالو سي كيكون مالح وحلو. صدقت هذاك الكوكيز اللي يجي مالح وحلو. ميم كيكون داخل فوغي يزيد البنه بزاف خير ما يكونناش. الفوغاج. نعم. اليوم واش عندنا في الكوكيز تاعنا؟ عندنا لهنايا 150 غرام زبده قنطريه. هكذا خاطر مع السخانه ديجا طرا. عندنا حبه تاع البيض، عندنا 120 غرام تاع السكر، سكر حبيبات. عندنا لهنايا كميه تاع الملح باش نعدلوا الذوق. عندنا لهنايا 5 غرامات تاع خميره الحلوى. انا 100 غرام تاع شوكولا، انا درت مزيد بين شوكولا بلون شوكولا نوار لهنايا، انا اشيتهم بك بشويه بالاشوار باش نخلطوها مع الخليط تاعنا. عندنا الفارينه كذلك لهنا مقدار لهنايا 150 حتى 180 حنا والعجينه تاعنا. كميه تاع لافاني شوكولا اللي طالي باش نديروا فيها لوفواج انا خيط الذوق البندق. ولهنا بيان سو نعرفوا لهنا لي كوكيز يكونوا فيهم لي بيبي دو شوكولا اللي حنديروهم من الفوق. هنايا نبداو دائما بالزبده. الزبده تاعنا لازم تكون طريه. نزيدو نضيفو لها لهنايا كمية تاع السكر مقدار 120 غرام، قرصة تاع الملح باش نعدلو الذوق، حبة تاع البيض. جامي كسرت حبة بيض وطاحت بلا قشرة. أبو؟ دايما. كيفاش تنفد القشرة؟ بلا نجري موراها في المقلاة. كاين واحد لاستيوس بالك تاكل. بدك ناكلها معاهم. أنا مش كيما نديم، أنا الله غالب، أنا شوية شوية. وراي لاستيوس؟ قولوا بس كي تحلق قشره لازم ترفدها بالقشره تاع البيض، هي تجي وحدها القشره هذه. فهمني في هذا الموضوع. هو ما على بالوش. لا لا ما سمعتش. القشره كي تحلق قشره تاع البيض ترفدها بالقشر كي تحلق ها في البيض ترفدها بالقشره تاع البيض. ها بلا بلا. اه بيان سور تجي وحدها تجي وحدها. هذيك حبه بيضاء يطيب وراي تتحرق وانا مازال نجري مول القشره. انا ما تجريش في كيت لاكوف هذيك اللي نحيتيها تجي وحدها لعندها زعما كي. ما داك ما نلقاهاش غير تهبط تبدا. كولها صالح كولها كولها. لا حتنقرمشها مرات. ولكن انت لاستيس ديالك غير هكا ايه الخبره اخويا الخبره. نعم لا قلنا واش درنا صالح، درنا 120 غرام تاع زبده تكون طريه. حبة تاع البيض، عندنا 150 زبدة، 120 سكر، حبة تاع البيض، قرصة تاع الملح، وشوية تاع لافاني، نخلطوا هذاك الخليط حتى نحصلوا على الشكل الكريمي،
ومن بعد نبداو نضيفوا الفارينة لهنا تدريجيا. هنا كي نضيفوا الفارينة باش نضيفوا لاليفي، لاليفي هنا عندنا 5 غرام صافي، ما نص ساشي ما خاص، ما حبوش حنا لي كوكيز تاعنا يتنفخوا لنا بزاف. هنا نضيفوا كمية تاع لاليفي، هنا لازم حتى تصلوا عجينة ما تكون طرية، ما تكونش العجينة تكون ناشفة بزاف. اوكي. ومن بعد لهنا واش نديروا؟ دوك نضيفوا لها لهنايا كمية تاع لي بيبيتو شوكولا اللي كنا رحيناهم. هكذا عندنا 100 غرام تاع لي بيبيتو شوكولا اللي كنا رحيناهم. هكذا. ومن بعد نديروا لهنايا الطبقة الأولى لهنايا نديروها نقسموها على لابا تاعنا نقسموها أون دو. نديروا الطبقة الأولى. حتى يابسة شوية. وشدها وحاملها لتحتها. ما تكونش شدها وحاملها، لا لا، لازم لابوط تاعنا تكون طرية. اوكي. لا لا على تحتها باش ما تكسرلناش. لا تكون شغل مانيا نقدروا شغل نحلوها. اوكي. نديروا الطبقة الأولى، وما نديروا لهنايا الشوكولا اللي طال لازم ما نخرجوهاش على لي كوتي، ومن بعد لابوط اللي تقعد لنا ماشي نحلوها خبزة ونحطوها. نحب كمية بيدنا نحلوها ونبياسيو هذاك الكوكيز تاعنا، ومن بعد نديروا لها لهنا لي بيبيتو شوكولا ندخلوها للفرن. الفور شحال تريح؟ 180 درجة نخلوها هكذاك اونتخ 15 مينوت هذا ما كان، خاطر على هنا راهو كلش كيما نقولوا هنا باش نشف طيبنا غير الفارينة هذاك هذا. في الوسط ولا الفوق ولا تحت؟ في الوسط. على ربي. ان شاء الله. نديم هما يقول لك لو سكري تاع لي كوكيز امريكان، هما لي كوكيز سي امريكان لي كوكيز. والله ماني نسمع فيك. لي كوكيز سي امريكان. وي. يقول لك يتنداروا بلو سكر غو بلا كاسونات. حي. هذاك واش نسمع فيها؟ قالت لك السكر البني. ايوه. ايوه. هنا الجلية. السكر البني هنايا صح عندها. السكر تاعو سي لو سكر البني. انا السكر البني كنا عاودوا بلاصه. هي لازم الاصل تاعهم السكر البني يتنداروا، سينو نقدروا نعاودوهم لهنايا بمغرفه تاع الحسن. صالح جبد ورقه وستيلو كي نقول نهضر على الطبيب. نعم. انا نتعلمو. انا خليني في مع قشره تاع البيض وبعد سهله دي مستوى عالي ما سمح لك لها يعطيك صحه شيخ نادي الله يسلمك معنا ولكن ما طولش على الكوكيز لانه زهر ما حبيش تعطيني بتيبا ما حبيتش اليوم اليوم عطلياني نورمالمون ما تاكلش بتيبا تاكل غير كرواسون ليك ليك هذه صح كوكيز ليا بون توشي مسي لو زهر زهر فرينا فرينا هذيك ساعه هي نقرا المنيو شحال طيبه من بعد ياك المنيو من بعد هيا خلاص على ربي هيا هاك شفت شفت طرق التعامل مع نساء فوالا هذا تعلموا تحت التهديد مشاهدينا الكرام نقول لكم متواصلين معكم اكيد في بقيه المحطات اللي عم بالي راكم تشوقين مزال باش تشوفوهم وي نديرو سبور نبداو سبور نديرو سبور اكو واجدين نديرو سبور يلا نشوفوا اليوم الكوتش منير البوشاوي وبعض الحركات الرياضيه تفضلوا معنا مشاهدينا الكرام صباح الخير عليكم مرحبا بكم في الفقره الرياضيه مع الكوتش مونير البوشاوي ان شاء الله تكونوا بحيويه ونشاط لانه اليوم نسحقوا لا موتيفاسيون تكون طالعه بزاف بزاف يعني ككل حصه لكن اليوم بزياده لانه التمارين ديناميك راح نخدموا ان سيون سبيسيال كارديو بتمارين مختلفه تمارين جديده برنامج جديد برنامج الصيفي اللي رانا فيه ما نطولش عليكم تسخين خفيف ظريف ونبداو مباشره في البرنامج تاعنا نديروا 10 حركات هنايا للامام الروتاسيون تاع لي برا نحسبوا 10 للامام 10 للخلف هايا نحسبوا هنا نفس الشيء 10 مارش هنايا خفيفه سور بلاس نحسبوا 10 ولا 20 خطره هايدا ما نطولوش في التسخينه تاعنا كي يكون سخانه كي يكون الجو شويه سخون يا 5 دقائق ولا تكفي تكون كافيه باش نخدموا بها يعني التسخينه تاعنا نبداو التمرين الاول واش راح يكون فيه راح يكون عندي كور سور بلاس افيك راح نديرو بوز تاع الحركه هذه هنايا تبعوا معايا برك راح نبدا بالتمرين بالعقل بالعقل اليوم بعدا نبدا مباشره في البرنامج تاعنا في التمارين اللي مازالونا عفوا نبداو هنا بكورس هنا سور بلاس واش راح ندير راح نحسب هنا 1 2 3 4 5 ونعاود 1 2 3 4 5 ونبدل لا جومب خطره يمين خطره يسار 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 دائما يكون عندي تناسق ما بين الاطراف العلويه والاطراف السفليه هنا 1 2 3 4 5 نسي نطبع شويه الكور تاعي لقدام وباش نحكم ليكيليب التوازن تاعي لا جومب تاعي تكون شويه فليشي كي نخدم دو بروفيل هكذا باش تشوفوني كيفاش هنايا
1 2 3 4 5 pause 1 2 3 4 5 stop 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 فوالا هذا كان بالنسبه للتمرين الاول. هنا التمارين هذوما اللي راح نخدمهم اليوم ولا البرنامج تاع اليوم راح نخدموه بالوقت. عندنا 20 ثانيه عمل و20 ولا 30 ثانيه راح. هذا البرنامج الصيفي اللي راح نديروه لانه الطقس شويه سخون، لازم يعني البرنامج يكون ادابتي ولا ملائم للطقس اللي رانا فيه. نروحوا للتمرين الثاني. التمرين الثاني يكون راح يكون لي جينو افيك لي برا. هنايا كيفاش؟ هنا 1 2 1 2 يمين يسار يمين يسار. لي برا تاعي توجور يخدموا لهنايا لي ليفاسيون لاتيرال، نطلع يتلاقوا الفوق ونعاود نهبط. بالنسبه للناس اللي ما تقدرش نقدر هنا 1 2 1 2 نقص في السرعه ونقص في الشده والتمرين جدو سهل. هذا بالنسبه للتمرين الثاني. نفس البرنامج كما قلنا 20 ثانيه عمل وفتره الراحه 20 حتى 30 ثانيه. يبقى لنا التمرين الاخير. التمرين الاخير راح يكون فيه لي جاك، نفتح لي جوم ونعاود نغلق، ودائما يكون التناسق ما بين الاطراف العلويه والاطراف السفليه، يعني مع الارجل تاعي. كيفاش راح ندير هنا؟ 1 2 1 2 هنا نخدم وحده هنا، نعاود نغلق وحده للاعلى 1 2 1 2 دائما نغلق يديا نعاود نفتح. كي نخدم شويه رابيد سا دون سا 1 2 1 2 1 اي 2. بالنسبه للناس اللي ما تقدرش نقدر نخدم الطريقه السهله اللي هي 1 2 1 2 1 يمين يسار. سهله وبسيطه للناس سواء المبتدئين سواء اللي عندهم وزن زائد، كاع تقدروا تخدموا معنا. هذا كان اخر تمرين للفقره تاعنا تاع اليوم، البرنامج تاعنا تاع اليوم. نعطيكم موعد في برنامج اخر اللي ان شاء الله تكونوا معنا حاضرين، يعني بالجسم تاعكم ولا موتيفاسيون تاعكم. من هذاك الوقت نقول لكم تهلاو في رواحتكم والسلام. يلا شكرا للكوتش مولي بوشاوي على هذه الحركات، ربي يعينه في هذه السخانه. وي وي مي يمد عفو يعني ويدير سبور كل يوم مسكين ما ياخذش شروطه، ولكن هذو هما الناس اللي عندهم همه ونشاط وحيويه، ربي يعينهم في هذه السخانه. ولكن هذا هو حتى يقول لك اللي يحب شبح ما يقول اح. حبيت تكون عندك صحه مليحه، حبيت يكون عندك جسم مليح ورياضي ورشيق وانيق يا خويا احمل فو بي هذه هي بي لا تاكس. وهذه اليامات راهي مفاجاه تنتظر المشاهدين فيما يخص مجال الرياضه. بون وي جميلة جدا. جميلة جدا. على بالك لأنه اسمحي لي لأنه كثير منا ومتعودين مع المشاهدين نمدوا حركة رياضية للرجال والنساء، ولا مرة قلنا نديروا حركة رياضية للأطفال. والأولياء دائما يقولوا لنا علاش ما نديروش هكذا، وتقولوا لنا واش نديروا أبنائنا. فوفوار نجيك فاش يديروا لي بومب. إيبا هاد. فوفوار نجيك فاش يديروا لي بومب. علاش جونو مسكين. ولكن هاد اليامات هاد اليامات حتكون معنا فقرة خاصة حتى نديروا رياضة للأطفال، يعني كروس فيت فور كيدز. تلمع على بالو بأن نحب لي زونفو ها وانا ثانيه ويدي فاجئ فيا معاكم. هيا خلاص. كنت حنقول لك اليوم كاينه مباراه لكامل الجزائريين اللي كانوا فيها. ايمان خليف اليوم تلعب على 11 في اولمبياد باريس. عن بالك انا راني قلبا وقالبا مع هذيك الانسانه اللي زادت لقات تنمر كبير للمره الثانيه يعني في المسيره الرياضيه تاعها. للاسف الشديد يعني شبهوها بشكو في 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 بالجنس تاعها، يعني حطوها اونكور اون فوا انهم اي لون بري بور ان. ربي يوفق كل الرياضيين الجزائريين اللي راهم في ماشي غير في الالعاب الاولمبيه هذه، ولكن كل مسيرتهم الرياضيه. على بالك الانسان اللي حتى يوصل للمستوى العالي فيها ساكريفيس، فيها تضحيات، فيها شقاء، فيها عناء، فيها اولياء اللي يشجعوا، فيها كذلك ناس ومدربين اللي يوقفوا معاهم. فربي يعين كل الابطال، وحتى ولو ما توجوش وما تكونش نتائج مليحه تمثيل الجزائر فقط يعتبر مسؤوليه، وتمثيل الجزائر يعتبر فخر وشرف. فيعطيهم صحه كل الشباب ديالنا وين ما كانوا في كل المحافل الرياضيه، ماشي غير الرياضيه، حتى الثقافيه، حتى السياسيه، حتى كل شيء كل شيء كل شيء. لكن اليوم بريسيزيمون رانا مع ايمان خليفه صالح، يعني كل مواقع التواصل الاجتماعي لقات تضامن كبير معاها. ونوجه لها تحيه كبيره وان شاء الله ربي يوفقها ان شاء الله يا رب. يلا نواصلوا صباح شروقنا اليوم. وي زهره علاش كي مغطيه على البوزنزل نحل
خلاص ما كانش اليوم نحي نحي. هلا حبيت نحي. أنا نحي. عطيتك البنكار. نخدم الكلام نخدم الكلام. شو ضربنا على تيباج. يلا نخدم الكلام أقول صباح الخير مرحبا. ألو صباح الخير. صباح الأنوار مرحبا. وش رأيكم لاباس خويا صالح؟ لاباس يعيشك الحمد لله. أكو لاح. لاباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي. شكون معنا من وين عارفين بك؟ أم خديجة من ألجي. من أم خديجة من جزائر العاصمة. من وين في جزائر العاصمة؟ مش بعيدة ماشي بعيدة على بير خادم. بصح وين؟ بابا حسان. ناس حولة. ايه طورت هبطه برك بابا علي بيناتك في الدوره. مرحبا بك. يسلمك يسلمك. قولي لنا حبيبتي واش حبيتي تشوف معنا مواضيع وبخوفيد بما انك والله يا اختي زهره غراكم في القمه. اي حاجه رانا نحوسوا عليها كثيروها لنا من كل النواحي. يعطيك الصحه. ولكن واش هي الحاجه اللي كي تجي في صباح شروق تسكتيهم كامل في الدار تقول لهم استناو 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 زيدي الصوت. شوف خويا صالح كي ديروا لنا الطب والطياب الطياب نشوفوا مهما كان أمور ما نطيبوهمش بس عندنا يجيني الفكرة يعني عليهم يعني يعطوك أفكار حتى ربما كيجوك دياف ولا عندك واش دير هذيك هي يعطيك الصحة خويا الله يبارك والطيب وشنو هو المجال اللي تهتمي به الطيب ولا غير خويا لطفين عندي خويا صلاح عندي لوطونسيون حب تاع القلب كيفي تاع القلب والله غير عندنا بزاف ما جبناش تاع القلب وهذا الشيء أثر عليك منذ مدة يعني طول معك سنوات عندي طفية عندها قريب هي عندها شوف ملي زادت بنتي عندها قريب 18 سنة ولكن هذا العامين زادت بزاف شوف على كل حال نحاول نبرمجوا هذا الموضوع في قادم الأيام مع الدكتور علي ممكن أسحب الباك حبيت هذاك النهار نعيط لهم ما حكمت ثاني اليوم حكمت الا كاين نقدم لهم اهداء بيان سور تفضلي زيد تفضلك اختي زهره نهدي اولا لبنات عمي بغدو ايه بغدو خوله جابوا شهاده البكالوريا نقول لهم مبروك عليكم ان شاء الله مزيد من النجاحات ويوسف وليد عمو لابيتي واسماء بتخيتي ناتيه ثاني جابوا الباك نتمنى لهم ان شاء الله النجاح في كل يعني في مسارهم الدراسي ونتمنى كامل لولادنا اللي جابوه واللي ما جابوش ان شاء الله قبل عام الجاي ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله يعطيكم الصحه يعيشك شكرا لك هاي يبقى ولا خير سلامه يعيشك شكرا نعاودوا نجدوا تهانينا ونقولوا مبروك لكل الشباب زيدي مبروك لكل الشباب اللي جابوا شهاده البكالوريا ربي يوفقهم فيما هو قادم وحد اوفر في قادم المواسم الدراسيه للشباب اللي ربما حيكون شهاده اغنيه صالح هذه في ميكانتاري هاي بدمت نلبس شابو اليوم غير جيتي تهبل تما عجبتينا راه نديرو لك في الغنى خلاص شابونات هاك علاش هكذا تحبوني نروح مريض بالبقاله ونلعب وكل شيء ها غدوه انا ثاني نجيب سومبريرو وحط لي غنيه ميكس غدوه وحدك تخمم اي صحه تفضلي اذا مجاهدين متواصلين معكم في مواضيعنا عندنا موضوع مهم جدا راح يهم نظن كل الامهات اللي مهتمين ويعرفوا انه كاين برامج هكا يمكن في المجتمع انت عنا تحضر معنا ضيفه اللي تحضر لنا اليوم على نشاطات لاجازه صيفيه تنمي مهارات الاطفال فتحضر معنا مديره مدرسه وورشه للاطفال هاجر بريكا صباح الخير هاجر صباح النور يسعدني اني نقدم روحي برك اي سي بتيت فود سي هاجر بريكا 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 دونك انا مديره لاتيليي دي زونفون والتي هي عباره عن مجموعه من الورشات التي نقوم بها في العطل الصيفيه بهدف انه نكتشفوا المواهب الطبيعيه اللي لدى كل طفل من خلال برنامج تعليمي وترفيهي وكذلك انه نوفروا بيئه محفزه باش نحفزوا الاطفال انهم يكتشفوا المواهب تاعهم ويعرفوها وشنو هي المجالات اللي كاينه alors on a plusieurs ateliers par exemple on a l'atelier de danse l'atelier de dessin ميكروفون فقط حتى نسمعوا لك oui par exemple l'atelier de danse de dessin théâtre ورش عمل حرفية بالإضافة إلى ألعاب تعليمية والنزهات الخارجية عفوا هبيا كي نقولوا دانس كيفاش في رأيك أنت كمخت كمسؤولة الورشة في رأيك الرقص كيفاش نقدر ننميو به قدرات الطفل alors déjà الرقص كاين بزاف لي زونفون اللي يكونوا تيميد وي دونك
كي عاده يكون يقدر يعبر على روحه بالرقص هي نعاونوه باش تروح له سي نيكسبريسيون نعاونوه باش تروح له الحشمه. دونك الرقص يقعد عفسه ترفيهيه مي حنا بلوتو بازيو باغ اكزومبل كيما لي اتوليي سنسوريال سي ان اتوليي لي نميو قدرات حواس Exactement. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On leur bande les yeux. On a tout le temps matelas et chiens. Aussi, ils cherchent fourrer les pouces liés ou la douce ou là. Hadik la chose c'est quoi? Ok. Sayyida Hajr, شنو هي الأعمار اللي راهي مرحبون بها في هكذا ورشات؟ نبدأ à partir de 3 ans. Et même تاع 2 ans et demi, IGO. Et حتى 10 ans. اوكي عامين ونص هذاك وين عاد بدا يمشي مليح خلينا نقولوا لا والله عبالك تاع عامين ونص اون جينيرال هما اللي تلقاهم تري تري انتيليجون بيزارمون مي انا جلي بريفير بوكو بلوس باسكو تلقاهم يديروا لك واحد العفايس بيزار اللي حنا ثاني نكتشفوا معاهم عفايس داكور واش يمكن انت كمختصه في هذا المجال تنصح يمكن الامهات اللي بالك ما عندهمش المايا ولا بالك ما عندهمش هذه المدارس مدارس الخاصة بالورشات يعني التعليمية أنك تنصحهم يديروا دي جو مع أولادهم يعني أبسط ما يمكن في الدار. أنا الحاجة الأولى اللي ننصحهم بها أنه يسيو يبعثوا أولادهم على التكنولوجي ولا تيلي ولا تليفون باسكو لا ماجوريتي دي بارون شوفوهم دركا تلقاه يبكي وليده شوية يطبع له تليفون يقول له سي بون ما تكسرليش راسي بزاف. نو تبقى كوسكي أنشطة يدوية حاجة مهمة جدا وضرورية في تنمية الأطفال. نو يفو با كو الواحد يروح على إنه يخلي هاد لو كوتي يروح هكاك برك. سي تخي تخي إمبورتون. سي تخي إمبورتون. طيب أنا نتكلم على مختلف الفنون ربما حاضرة في الورشات ديالكم، هل فيه خممتوا ولا خصصتوا قسم خاص ولا ورشة خاصة ربما لأطفال اللي يعانوا من إعاقة ما من خلل ربما وظيفي ولا مشكل عقلي هكذا؟ alors pour le moment مازال ما جانا حتى كهكا يعني تسناو هاد الحالات اللي يجوكم نتسناو ما عندناش مشكل انتم متفتحين لهذه الفكرة مي بور لو مومون مازال ما لحقتنا حتى حالة هكا حتى حالة عندنا بلوتو دي زونفون كي سون ان بو نيرفو La majorité des enfants ont la crise, Exactement, ont des problèmes de concentration. Par exemple, Voilà, il y a une énergie. مي بلوتو كي يكون عنده لي كريز لازم يدير هو واش هو حب سينو يترتق بالبكا ولا مي ريسبكتيش لو بروغرام تاعنا هادي اللي نعانيو معاهم بعض الاحيان طيب استاذه هاجر شحال عندها ملي بدات هذه الفكره ولا هذا المشروع شحال عنده هو في العمل ديالو ما عندوش بزاف سي لا دوزيام اني اللي درناها دونك العام اللي فات ما نجحتش مليح ما كانش في اقبال ولا ما كانش في اقبال خاطش لي بارون ما كانوش فاهمين الفكره ولكن هذا العام الحمد لله قدرنا نوصلوا لهم الميساج وفهموا باللي ولادهم لازم في العطل الصيفيه يلتحقوا بهذا الورشات اوليو كي يقعدوا في الدار بلا ما يديروا والو وخاصه انه يوجدوا روحهم باسكو ما بقاش لا رونتري سكولير سي تري تري بروشانمون حبينا نعرفوا ايضا واش هي مواقيت العمل تاع داكور دونك عندنا ان بروغرام دو 9 حتى 17 كاين لي بارون اللي يجيبوا ولادهم 2 ساعة 4 ساعة كاين اللي يجيبوا لا دومي جورني وكاين اللي يخلوهم توت لا جورني و لي زونفون بارفوا كي نكملوا ما يحبوش يروحوا 17 ساعة يبداو كي يجيو ريكوبيروهم لي بارون ما يحبوش يروحوا ما سي جوي 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 با فورسيمون Pas forcément, ça dépend. Donc, par exemple, la matinée, on fait parfois les langues, on fait des ateliers de cuisine, parfois on fait des choses. Et en même temps, les pauses, ils sont tranquilles. Donc, ils ont des jouets, ils ont plein de trucs, la peinture, ils peuvent être à l'aise et dire ce qu'ils veulent. هو مشروع فقط في العطل ولا حتى على مدار السنه لانه عبالنا بلي دراري صغار اقل من 5 سنوات ما يقراوش ربما اكزاكتومون بون كاين لي كريش كاين لي كريش اللي هم عندهم بريسك لو ميم بروغرام مي حنا لو بروغرام تاعنا رانا دايرينو جوست بور العطله الصيفيه جميل دونك اور العطله الصيفيه واش ديروا
نو ما نغلقوش عندنا بليزيوغ اكتيفيتي وحده اخرى مجال اخر لا ماشي مجال اخر دونك حنا رانا كاين عندنا بزاف مجالات دونك ديجا نخدموا لي فورماسيون نقريو ميم لي زادولت نديروا لي اكاديمي انا وعنما وزيتي اكاديمي داكوغ هل 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 في طلب من عند الاولياء لانه على بالك احنا لا جينيراسيون تاع الشباب تاع اليوم 10 سنين 9 سنين يقول لك انا وليدي لازم يطرطق اونغلي ولا يطرطق كاش لغه هل عندكم ربما اقتراحات من عند الاولياء يقول لك ديروا لنا تكوين في كاش لغه وي عندنا باغ اكزومبل لا لونغ شينواز شينواز وي شينواز كاين كاين دي بارون يحبوا ولادهم يتعلموا لو شينوا Mais sinon, on a, on a de base les groupes libanais, on a anglais et français. Après, selon la demande, qui connaît un peu de Hajar Hassan, les cours particuliers, par exemple, l'Oulé. C'est bien. Voilà. Très, très bien. تكلمنا على منذ قليل على ربما الفئات اللي عندهم إعاقات وكل شيء هل لما يجوكم يقترحوا عليكم هل راح تعاملوا مع ربما مختصين في الأورطوفونيا في النفس في الجانب النفساني معهم لأنه على بالنا بالحالات خاصة باش نجوا نعلموهم مباشرة الموهبة صعيب الحال ولا نكتشفوا الموهبة تاعهم صعيب الحال هل خممتوا في هذا الجانب ثاني؟ مي بيان سور دون تولي كا هذوما الاطفال حيكون عندهم سويفي بسيكولوجيك اكزاكتومون سويفي بسيكولوجيك ولازم يكون عندهم طريقه تعامل خاصه ماشي كيما كامل لي زونفون باسكو حيكون عندهم خلل في في لا كونفيونس ان سوا اون فا دير بليزيور تروك سي با جوست سا دونك اوتوماتيكمون لازم يكونوا اخصاء باش التعامل معاهم هذوما لي كا جميل جدا هاتيك صحة ما دابينا تعاود تمد لنا حتى لو بروغرام بالك بالك ناتير لي بارون انهم باردون اسكو عاودي مد لنا فقط برنامج الورشات نتاعك برنامج الورشات داكوغ دونك عندنا لي دو برومي جور باغ اكزومبل اون كومونس لي لانغ العشيه ابخي لي لانغ اون في لا كومونيكاسيون اي ميم تون دي جو لا كومونيكاسيون لا ميم لانغ اذا كانت انجلي انجلي اذا كانت فرونسي فرونسي اي باغ اكزومبل العشيه نديرو لو تياتر مسرح المسرح voilà le lendemain on a par exemple l'atelier de cuisine on a le dessin on a la peinture on a l'atelier sensoriel on fait aussi des enfin نخدموا des اشغال يدويه اشغال يدويه voilà شاف بحب هذيك الحصه يديروا بزاف يحبوا ان توكا لي زونفو يحبوا يديكوبي ويموتوا على المقص والسيق والغيره صح سي فري لانه هذا صح يعني الوظيفه الحركيه ديالهم نو سورتو هما يحبوا لي كولور وتلقى عندهم لا كرياتيفيتي شاك انفون يجيب لك حاجه جديده يحب يخدمها وسكي بيان سي كوما يبروبوزيو دونك باغ اكزومبل حنا شاك جور نديرو لهم ان ديسان يديروه ولا جميل اشغال يدويه يديروها مي هما يبروبوزيو علينا اوسي عفايس لهم حابين يتعلموهم ويديروهم سي بيان جميل جدا سي بيان ان شاء الله بمشاريع هكا يعني انك تكون مع لي زونفون لي زونفون اي سون ادورابل C'est une bonne énergie. Hatta likom ntouma tani. Exactement. Oui, ma nkrehouch et on est toute la journée active avec eux donc ان شاء الله المشاريع هكذا وافكار هكذا نعاودوا نسترجعوا ابنائنا من الشاشات ومن الخطر ديالهم التكنولوجي ونعاودوا نسترجعوا هذا الجيل لانه سي با سي با ليس الامر متاخر يعني نقدروا نعاودوا نرجعوا هذا الامر وما نزيدوش ننميوا هذا المشكل اكثر في المجتمع ديالنا هذيك الساعه استاذه هاجر باركه شكرا على الاستضافه يعيشك شكرا لك وربي يعاونكم اي فريمون بون كوراج بور سكو فو فيت ميرسي يعيشك ميرسي بوك مخي معانا نمتواصلين صلاح احنا دوكا احنا نديروا اشغال ونمو حركتنا مع شيف نديم صاحبنا نديم ويديموا لي في الكوكيز اها يحل ديريكت هذيك القالب لا لا ما لازمش تحلها ديريكت خاطر لو كان يكون لاصق في الكوتيك تحلها تعاود تفتح لك الكيكه تاعها لازم نديمو لي كامل نحيو كامل لي كوتي تاعنا ومن بعد باش نحلوا هذيك صراحه تي نوزا توجور برومي انك طيب في برنامج صباح شروق طيبت نو ما شفناكش درتي شربات مسخربيه يكفي يكفيها حابينك نشوفوك طيب حاجه مع شيف نديم نديم اروح حايبينو يطيب حاجه اروح ماذا بيه مام لي بلاطا اليوم تقدر ديرهم صالح ماشي حاجه ما ليش حطيت عطيه باليوم اليوم غير اذا درت باستا واني هنا كيف نديم دوك هادو نخليهم دوك باك تبرد شويه باش تقدر ديمو لنا فاسيلمون هي الديمولا نورمال غاتشوكولا باك لي وما ناكلوهاش سخونه نعم هي من الاحسن ما تاكلش حاجه سخونه علاه
هي شوف كي فيها الشوكولا دخلت انت كلتيها ما تكونش باغي تكون تروحها مليح بس كي تقسم هذيك الشوكولا تدخل شغل تعرف لها اخويا. واش رايهم زملائنا في الكونترول ونا ديم اذا ندخلوا ديريكتومون في المنيو ولا نروحوا على فاصل نعاودوا نرجعوا كيما حبيتوا قولوا لنا نديروا. نعم نروحوا على فاصل خلاوها تزيد تبرد هذيك الكوكيز جماعه يتسنى تبرد يلا. أغنية من الزمن الجميل ولكن سمعناها فيرسيون جديدة بما أننا نحكوا على السينما تاع نواري بلون تاع بكري. هذه الأغنية سمعناها أول مرة أنا شخصيا سمعتها أول مرة هي من طورة سطايفي صبرت صبرت ولكن سمعناها في فيلم كحلة وبيضة بحكي حلة وبيضة تاع الساسية والرابع فنحبوا هذاك الفيلم واقيل تخدم في الثمانينات ودوكا راهم توفر في اليوتيوب فيه القنوات الجزائريه من بينهم شروق تي في متعوده هكا تعرض افلام تاع النوستالجيا والزمن الجميل. هذه الاغنيه سمعناها اول مره ملتم كي كانوا في الديفي اللي كيرب حتى بفاق صيف كاس الجمهوريه وجاي لا سنه هذيك اللي ماني فيك اللي سبيسيال هذيك الافلام الجزائريه تخلي فينا اثر اثر وي حتى المذاق الجميل يخلي فينا اثر. هاي وين رايحين دوكا نروحوا عندنا الكوكيزه تحطت ها الكوكيزه تحطت كوكيزا انا ديم واش نطيبوا اليوم؟ نعم اليوم واش حنطيبوا؟ حنديروا لهنا ان غوليوطون اللي حنديروه بسان فرانسيسكو وحنديروا ان غراتان او بولي اللي حنديروه بخيم بيشامل. كيف ساهل؟ كيف؟ ايه انا والله بكل صراحه ماني نسمع فيك يعني كنت حاب نعيط. ها روحي ها تفضلي ولا نجي عندكم دابيت زهره تحب تشوف تشوف خدامه انا الو شاف الحنين الو شاف هيا هكا نسمعك المهم واش حنديروا زهره حنديروا ان غولي تاع اوطون ان غولي اوطون ان غولي دو كوا غولي اوطون ان غولي بلاطات ولا بلاطات كي شفت العظام انا قلت غولي اومليت انا قلت لا 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 اها وعندنا ان غراتان او بولي غراتان او بولي على كريم بيشامل داكوغ نعم هنا واش نديرو في الغولي تاعنا عندنا لهنايا ناخذ خمس حبات تاع البيض واش نضيفو لهم ندير لهم خمس ملاعق تاع الفارينة صافي خمسة بيض خمسة فارينة واش نضيفو لهم كذلك عندنا لهنايا ساشي تاع خميرة الحلوة لي زيبيس واش عندنا عندنا لهنايا عندنا شوية ملح فلفل الكحل وكذلك لهنا كمية تاع الكركم باش تحضروا تحصلوا على اللون الاصفر كذلك لهنا نديروا كميه تاع الكمون خاطر حنديروا لها طون نعرفوا لها ان الحوت يمشي بزاف مع الطون مع الكمون مع الكمون نضيفوا لهنا علبه تاع الطون كذلك لداخل معاهم الطون نديروه بالزيت تاعو صافي الزيت تاعو ما كان نديروا في الغولي تاعنا الزيت صافي الزيت تاع الطون هذيك نكثفوا بها نخلطوا هذيك الخليط تاعنا مليح ومن بعد نفرشوا لهنا ان بلا اللي يدخل الفرن نديروا البابي كويسون نيطاليو كامل هذاك لاباط تاعنا ندخلوها لهنايا على 160 170 خاطر ندخلوها باش تنشف ما نخلوهاش لازم تيبس كان تيبس الغولي تاعنا يتكسر ندخلوها باش نشفنا لمده 10 دقائق برك نعاودو نخرجوها نروليوها ونخلوها شويه هكاك لمده 10 دقائق واحده اخرى نروحو ناخذو لهنايا لافاكس تاعنا لداخل حنحشو بها هاد الغولي على لهنا زوج علب تاع طون لهنا خيط طون الويل لهنايا نحلو الزيت تاعو نضيفو لهنا 100 غرام تاع الجبن الابيض شويه تاع المعدنوس لهنا نخلط هذاك الخليط مليح تحبوا نزيدوا نضيفوا له شويه كريمه سائله ولا باش يكون الداخل ما يكونش ناشف ونطال نعاودوا نحلوا هذاك الغولي نفرشوا كاع داك الخليط تاعنا نعاودوا نديروا له غولي نخلوه يبشد روحه ونكوبيوه الله هايل من تقدر ديال الغولي معك البحر ولا وي يكفي ويوفي كما يقولوا دار المشاهدين تاعو لا بات فويتي توجور ما تجيش لا بات فويتي بالك دوكا عيطوا انتم الزوج باش نسمع اني والله غير كيما سمعتي غير عندنا مكالمه هاتفيه على صباح الخير على صباح الخير مانيش نسمع مليح المكالمه فقط يا ريت من الفريق يزيدونا في صوت المكالمه الو وي صباح الخير صباح الخير اخت زهره صباح الخير اخ صالح على السلامه صباح النور صباح النور مرحبا صباح الخير للاسطوره اللي مستحيل تكرارها أعطيه الشابو والله حسيته بلومي بلومي أسطورة تحياتي للأسطورة تقعد قدم ربي يخليك ربي يخليك والله أنا مستحيل تكراره هذا الشيف نادير صح سي فغي احنا ثاني نقاسموك نفس الرأي حبيت نقول لك حاجة الشيف نادير نعم اللي جاية بغلال الذهبي بفضل أعمال الشاعر داها أهلو شيف ربي يخليك والله هذا الشهادة الشهادة أمام الله حابة نشوف نادية كيف سمعت هذا حابة نشوف نادية يعني أبدعنا في شهر رمضان أبدعنا في شهر رمضان صح صح والله أبدعنا يعني شوف عمل سيداتي أول شيء عرفينا بيك باش شكون معنا خليها تكمل اصبري هاو نادي مول احمر نادي كيخشب
لا شوف حشم شوف الاخلاق وشوف الطرف. شوفي شوفي كي نشكروه يحشم ها والاحمر هذا ماشي برونزاج هذه حشمه. انا عام قلتي خويا صالح انا شاف نادي شاف الاخلاق وشاف الطبخ شفتي والله شاف الاخلاق يعني يرحم الكنس اللي رجعته على بالك والله والله يا سيدتي مازال ما تعرفتش عليك بصح جيتي في وقتك اليوم والله والله جيتي في وقتك يعطيك الصحه والله غير شكرا لك يعني جاي طاقه مجانبه عليك خويا صالح ربي يخليك ربي نورك يعيشك يعيشك شكرا لك وش حس... انا صبحت نوض يا ربي نسمى شغلي نوض عشتها نسمى شغلي باش نتفرجكم يعطيك ما شاء الله عليك وش كي تشوفي ربما حاجة خصت برنامج 7 شهور تقولي يا ريت لو كان يديروها ولا يهضروا عليها هاي كاش حاجة يا ريت تحكوا لنا على حياة الشيخ نبي يا حي مازال البرنامج وحده عن بالك انا نقول لك زهر هاي نروح هاي وزع والله هاي نروح هاي هاو معك شيخ نبي خاطر زهر هي غير وزع وزع سيداتي هاي حندي زهر ونروح خلي لكم شيخ نبي لازم عاد يدير حصه واحده سبيسياليه روحوا نروحوا صالح انت هذاك واش كنتي حاطه صالح يروحوا نروحوا وزيد نقول لك هو يساعد الحال صباح الشروق ويزيد يريح لا شيء يزيد يدير برنامج اخر مليحه والله غير ما يحاولش يعني يعطينا المعلومات شفتي ما يبخلش الله يعطيك الصحه نقول لك هذه حاجه تفرحنا بزاف لانه شاف نديم هو يعني جزء مهم جدا من برنامج صباح الشروق مستحيل الاستغناء عليه مستحيل ما تخممش ما راحش نستغناو عليه ما كانش خلاص في البروغرام الاستغناء من قناه الشروق ما تسمح الناس كاع في شاف نديم يعني والله ان شاء الله ان شاء الله بفضل شاف نديم والليله السجيدات البيوت رائعين كاع هسنا هسنا هسيديتي دقيقه برك شكون معنا عرفينا بك اخويا اسماء من ولايه البويره اسماء من البويره ما تعرف ما عندك حتى عائله في بويره انا قلت بالك لانه في افراط في لا لا والله غير نفرح دائما شابو ولدي واحد المافيا ربي يحفظك ربي ينورك نعم خويا صالح الله يبارك فيك بنت الحلال يا ربي ربي يخليك اخويا اختي بارك الله فيك دراسه وليداتها ولادي ان شاء الله ربي يحفظ له بنيته ويكونوا خير وسلف بخير وخلاص امين ان شاء الله يا رب يعطيك الصحه ان شاء الله يا ربي يعاونكم ان شاء الله ربي شكرا لك يعطيك الصحه شكرا ما قلتيناش شكون ومن وين قالت بويره بويره اسيا اوكي اسيا من اخي مع هذا اللي سمعنا كامل زيد لنا بلا من عندك طيب دوك خلاص ما يطيبش اللي جو اللي عبسه تري بيان لا بصح قول لهم اللي زهره في رمضان انت كنتي تعاوني فيه لا لا ما كنتش عارفه لا لا تعاونيني مورا كنا والله كنا نخدموا في ديك الوقت كنت ديولي عندنا هكا اون سيغتان تيليباتي بس نخدموا انا ذاك الوقت كنت نخدم لما تاع رمضان نخدموا كيف كيف كومام انا كنت في شرق نيوز كنت نخدم لما تاع رمضان خاطيني الو شيف رمضان احنا خدمنا الو شيف ولا غير خدمنا افيك امور انا باسكو عندي ديجا يعني كنت فيها كيفاش تقدروا تخدموا طياب وانتم صايمين واه ما نحكي لكش نبكي انا طيب ونبكي كنت دوموندي بريم دو ريسك في رمضان كنت دوماندي كل يوم بخيم داريد نعم كملنا كملناش نعم نروحوا للغراتان تاعنا حنديروا ان غراتان بولي اللي نصيبوه بزاف في لي ريست دوموندو بزاف الثمن تاعو يعني تاع غراتان بولي واش عندنا عملنا لهنا كميه تاع الدجاج درت الدجاج نخيط لو سوبخان بولي لهنا درت له كما حنا نقولوا ديروا كيلو تاع الدجاج ديروا هنا كيلو تاع البصل خاطر البصل يحب البصل باش يجيبني نقطعوا البصل انا قطعته اون لامال درت له شويه ملح في الكحل شويه تاع زبده شويه تاع زيت طيبته ملاح بعد ما طاب نحيت الدجاج هذاك فتته وحده وهنا يحتفظ بلاصوص تاعنا هذاك البصل تاعنا اللي كان فيها وطيبت لهنا كريم بيشاميل لاكريم بيشاميل اللي درت فيها لهنا واش درت فيها انا درت فيه كونتيتي شويه درت لهنايا 100 غرام تاع زبده درت لهنايا 3 ملاعق تاع الفارينه شويه ملح شويه في الكحل شويه دوز طيب ودرت له لهنايا مصريت لها تاع الحليب قلنا تحم خطر كريم بيشاميل ديش فيها الفرن يحطوا فرماش في كريم مورنينغ هذه والله هذه هي اوكي دائما لازم نعاودوها باش ما ليش كيما احنا وما نحفظوا المصطلحات احنا على بالنا كل توسكي بلون كاع كريم بيشاميل اي وي كريم بلون نعم سي صوص بلون نعم خاطر على حنضيفوا له لهنايا جبن مبشور من الفوق صافي علاش نقصوا شويه الكرا باش ما تجيناش تقهمناش بزاف واش نديروا ناخذوا لهنا ان بلان يدخل للفرن ندهنوه مليح بكميه تاع الزبده نفرشوا هذاك الفولي تاعنا هنايا ناخذ كميه تاع الكريمه تاعنا نخلطها مع داك البصل باش هذيك الكريم بيشاميل تجي فيها بنه بدون نضيفوها من الفوق وفي الاخير بيان سور نضيف لها كميه تاع جبن مبشور ندخلها في كراتينا وشاهي طيبه يعطيك الصحه ربي يخليك فريمون
ميرسي بوكو زهر. صالح حابب تاكل كوكيز؟ حابب ندوق وحابب نقول صباح الخير للمكالمة اللي معنا دوكا. صباح النور. صباح النور. أهلا بك، واش راكي؟ لاباس الحمد لله، وشكم انتوما؟ خير وعافية، شكون معنا ومن وين؟ صابرين. صابرين من؟ صابرين من وين؟ نقصي فقط للتلفاز عندك. معكم صابرينا من ولاية مسيلة. أهلا بك وبناس مسيلة. مرحبا بك صابرينا. هاب يقسم غفل من خدمة المكالمة بدا يقسم. اسمعنا من التليفون من فضلك. اسمعنا عبر الهاتف رجاء. الله يسلمك. مرحبا بك، تفضلي. متابعة وفية لبرنامج صباح الشروق؟ أكيد وفية، وراني جد سعيدة لأني أحبكم اليوم. هذه أول مرة. يعيشك، مرحبا بك. بما أنه أول مرة دونك جيماجين عندك بزاف حوايج حابة تقولهم منا. رجاء نقصي التلفاز ديالك سيدتي في البيت ديالك حتى تسمع لنا مليح وما يكونش فيها فرق في الزرع. معليش. يلا. راكم منورين الشاشة دائما. ربي نورك. نوركم يعيشك. مع هذه الإطلالة الجميلة. ربي يخليك تعيشي. صالح. ما تقال البرنامج حبسي سهرة. قولي لنا وش هي الحاجة اللي تحبيها أكثر في برنامج صباح الشروق؟ زيدي قولي لنا نادين. أي تسمعنا من لا تي في. تسمعنا عبر التلفاز وهكذا ما نقدرش نتواصل معك سيدتي. والله حضوركم وبشاشتكم هي أجمل حاجة في الشروق. حتى اتصالاتكم انتوما انتوما كذلك تزيدوا. وش نديم نشكروه على الوصفات اللي راه يقدمها لنا ولا أروع. والله غير نديم اليوم راهو فاعل. يعطيه الصحة ربي يقدروا ان شاء الله دائما. يعطيك الصحة، شكرا لك. الله ينورك. شكرا. حاجة حبيتي تشوفيها من يدين شيف نديم، أي وصفة حبيتي تجربها تفضلي. أي اقتراح تفضلي. من التليفون. معنا من الهاتف. والله أطباقه دائما رائعة، ما عندناش حاجة خليك. شكرا لك. شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا. يعطيك الصحة، مع السلامة. نديم هاني خصمتها لك. يقولنا خليها تبرد. هي بردت. بردت لازم تاكل خطيات. صالح ما يقولش نخصم. تجي زهرة تقول نخصم. خلينا. باش نجيبها لك معايا. هيا صحة. نديم اليوم راهو الجمهور بزاف بس ما شافوكش البارح. نظن السيدة عملها البارح حنا حبسناه، هو كان عنده انشغالات عائلية. هو شوف أو عيان حبي ريح، حنا هكا نشدينه. هذيك صحة نديم. هذيك صحة نديم. شكرا لك. ميرسي بوكو. يلا ما نخرجوش بزاف من الطبخ زهرة، ما نخرجوش بزاف من الطبخ بما انه راه فيه موعد لنا حابين نتكلموا عليه مع المشاهدين ديالنا. كنا ذكرنا منذ قليل انه الجزائر راح تحتضن ايام البيتزا والباستا بمنتزة الصابلات في الجزائر العاصمة. تفضلي نكرموا بها الضيف ديالنا. انا راني قاعد هنا نقدر نزيد ندوق من بعد. يحضر معنا الشيف محمد الامين. مرحبا. واش راك؟ صباح الخير. صباح الانوار. واش راكم؟ اهلا وسهلا. بخير بخير الحمد لله يا رب. نشكركم على هذه الاستضافه. الله يبارك. مرحبا. نشكركم انتم على هذه المبادره. اول شيء حتجيبوا لنا العالم تاع الباستا والبيتزا للجزائر. نعم، ومهرجان دولي. مهرجان دولي صح. على مدار 8 ايام من 3 الى 10 اوت. جميل. مهرجان سميناه ايام بيتزا باستا في طبعته الثانيه. يعني العام اللي فات كنا درناه وكان لقى نجاح باهر تحت الرعاية السامية لوالي ولاية الجزائر. جميل. نعم، في منتزه الصابلات اللي الرائع. يقولوا بيتزا وباستا، يعني أحب يقول الدول اللي تعرف هاد الأكلة اللي راح يكونوا حاضرين معنا. طبعا. منهم إيطاليا. جميل. وبلدان عربية مثل ليبيا شقيقة، تونس. شيفان جزائريين كانوا ماهوش معروفين، كانوا عايشين برا وداخلين معنا باش يبرثوا هذا. ماني فيه. جميل. جايين فرنسا ايضا. يمكن اخترتوا الدول اللي رايجه عندهم البيتزا الايطاليه. طبعا اذا اخترنا ايطاليا. ايطاليا بلد البيتزا الباستا. هو بلد الباستا. فرنسا تعتبر اول مستهلك في العالم في نعم في البيتزا. ولو انه تختلف ربما لابات ديالها، كاين اللي الامريكانيين مثلا ياكلوها بطريقه مختلفه. طبعا يحكوا بيتزا. احنا بغينا جبنا البيتزا الايطاليه الاصليه. الاصليه واللي خرجت منها. ماذا هي البيتزا الايطاليه الاصليه؟ اي نوع من اللي احنا احنا ركزنا على نابوليتان خميه وجبنا الى ايطاليا من نابولي. جميل. نعم، عشان يعملوا والشيء الجميل انهم يعملوا البيتزا بالمواد الاوليه الجزائريه.
هذا الرائع. زيت زيتون الله الله. زيت زيتون. زعتر أيضا الموزاريلا. الطحين نعم موجود. يعني صح احلي فقط واحد المعلومه انا انا حياتي كامله ناكل بيتزا بالزعتر يعني في سكيكده ناكلها بالزعتر صح. كي جيت لالجيق يتبل مع عدنوس شكون فينا اللي غلط والله ترجع للعادات والتقاليد تاع المنطقه لا لا الاصل الاصل تاعها بالزعتر ولا اصل بالريحان بالريحان نعم البازيليك نعم البازيليك صح كل منطقة يضيف لها لاتوش تاع لاتوش تاع الخيط اوكي انت كان عندك ربما خلينا نقولوا خبره وتجربه مع هذا الناس اصحاب البيتزا والباستا حتى انا شاب الجزائر انا شاب كويزين الله يبارك عندي علاقات برا جميل فكانت عندنا فكره اشتغلنا عليها تقريبا عندها تقريبا 6 سنوات باش نديروا هذا المهرجان جميل جات الكورونا وخرت الامور والحمد لله عندنا علاقات اللي قدرنا نجيبوا 3 ابطال العالم في البيتزا واو عندنا واحد بطل عالم بالبيتزا ايطالي واحد فرنسي بطل عالم وهو اصلا جزائري رابح زاوي جميل تحيه عليه وعندنا واحد بطل عالم في الفري ستايل العجين اللي يلعبوا به يدير هذيك الشو هذاك وما تلصقش بلافو يهبط جميل نعم والمهرجان هو عباره عن ورشات يعني اوكي عندنا هو مهرجان تقريبا على مساحه 10,000 متر مربع في الساحه الكبيره تاع صابلات صابلات جميل يبدا من 6 تاع العشية 12 تاع الليل يعني ماشي في وقت السخان يعني طبعا في وقت اللي يساعد الناس وسميناه مهرجان المهرجان اللي يكون يعني في الصيف يكون في الليل موجه للمحترفين والهواة والعائله الجزائريه بالاخص طيب نعم. اوكي لانه فيه ورشات حتى للاطفال اي جست كنت حنسق فيك سي مانيفيك نعم والمراه في المراه ما كتب البيت نعم جبنا ايطاليات اللي باش يديروا ماستر كلاس مجانا نعم مجانا نحبوا مجانا يحبوا المشاهدين مجانا ففيه عندنا ورشات عندنا ورشات المحترفين اللي هي اوكي كان في ايطاليين يديروا دورات ل 50 محترف جزائري وليبي وتونسي جاونا حتى طلبه جاونا من تونس ومن ليبيا باش يديروا الماستر كلاس علشان ان شاء الله يفوتوا على درنا بطوله دوليه جميل للبيتزا سي نعم. مانيفيك نعم. بطولة دولية البيتزا هذه ورشة المحترفين عندنا ورشة تاع تذوق البيتزا ايطاليين يطبخوا انواع البيتزا بوكاتشا فريتا انواع في ايطاليا ويذوقوا الشعب الكون بوبليك حتى يعرفوا لا فري بيتزا وشنو هي اكزاكتومون الشيف محمد الامين ماشي غير البيتزا راح تكون حاضره حتى الباستا قبل ما ندوزوا للباستا حبيت معاك على المباشر دردشه خفيفه البيتزا من ايطاليا من بلدها الاصلي للجزائر لدول اخرى تغيرت ربما فيها بعض الاشياء احنا بالك في الجزائريين نرتكبوا اخطاء اثناء تناول البيتزا مثلا نديروها مايونيز هي الايطاليين ما ياكلوهاش مايونيز نعم شوف ولا غير هي اصلا صح صح الاخطاء هي جات فرصه شوف هي اخطاء صحيه ايه ولكن في اي الاكل عنده ذوق معين كل واحد وذوقه المشكل وين في الامر الصحي فقط يعني ايطالي كيشوفك تاكل بيتزا مايونيز ما يزعفش عليك ما يزعفش عليك نعطيك حاجه كان في ايطاليا بيتزا نابوليتان بالفريت بالبطاطا المقليه اي نعم هذه ما فقولهاش وفيق فيها اليوم والله ما فرقت نعم ولكن تختلف يعني هذه عادات تقاليد تاكل بس فرصيتا صح نعم تاكل وهي حسب النوعيه نتاع تاع لاباط كان الفوكاتشا تجي شويه طريه وكروستيون كان الكروستيون تجي كروستيون وطريه والبيتزا كريم منين جات؟ جزائريه ولا كاينه في ايطاليا؟ موجوده في ايطاليا وحنا نخدموا الان ورشه تذوق للبيتزا كاري الايطاليه جميل نعم ففي تقارب طبعا يعني ميكروفون فقط انا حبيت نسقسيك على كما قال صلاح ورشات البيتزا راح تكون راح ورشات البيتزا راح تكون من عند الايطاليين اما نعم. الباستا نفس الشيء تكون ورشات الباستا والبيتزا ايطاليين وعندنا شيفان جزائري ثاني يعني قلت جزائريين في حتى الليبيين شيف ليبي اللي هو اللي حيدرنا الباستا الليبيه يسموها المبكبكه 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 نعم هذه ليبيه هذه ليبيه
إيه؟ ولكن مشهوره يعني مشهوره فهمتني. اول مره نسمعها اول مره نجيبوا من الجزائر من ايطاليا من فرنسا كل واحد يعملنا شيء انواع الباستا الايطاليه اللي راح يكونوا حاضرين في المهرجان على غيرها على بالي تاغلياتيل هذين اللي نعرفوها احنا رايج نعم. عندنا نعم. من غيرها واش من غيرها كان ليبيني كان ريغافيولي كان وي نعم انواع مقارون انا نقول مقارون ولكن شوف مقارون زي لاسكارغو هذيك هما اللي يقولوا نعم. هكا نعم. واو إذا نزيد نوصلوا في الورشات تفضل تفضل كان ورشة تذوق عندنا معرض للصناعة لصناعة البيتزا والباسا هذا معرض أو صالون فيه نقدر نقولوا أصحاب المصانع لينتجوا المواد الأولية الخاصة بالبيتزا مثل الفارينة العجائن تجاوبوا معهم نعم. تجاوبوا معكم يعني نعم تجاوبوا معنا ما شاء الله محاضرين معنا في الصالون جميل يعني يقدموا المنتوجات نتاعهم الأجبان الآن أجبان الحمد لله كنا نستوردوا كل شيء نستوردوه من برا الآن عندنا حرفيين اللي ممتازين يستعملوا هذه المواد هو الهدف هو إبراز المواد الأولية الجزائرية اللي تخدم بها البيتزا والباسا جميل وعندنا ورشة الأخرى الورشة الأخرى اللي هي ورشة الترفيه تكون من 10 تاع الليل حتى 12 تاع الليل مع ألمع نجوم الكوميديا في الجزائر جميل اللي هما راح يعملوا شو نعرف ثقافي عندك أسماء نخليها مفاجأة لازم يزورونا لازم يزورونا يشوفوها إن شاء الله إن شاء الله لكن باش نشوقوهم هكا اسم يعني اللي راح يكون بيونا بيونا نعم تكون معنا إن شاء الله ان شاء الله شيف محمد الامين قل لي هل حتى اشارك في الورشات نعم. وفي هذه يعني الورشات اللي تقول انت يعلموهم يعطونهم بعد هل لازم نسجل ولا نجي مباشره طبعا احنا بالنسبه للمحترفين تسجيل بالنسبه للمحترفين عندنا شهرين من اللي درنا بلاتفورم اوكي ودرنا الاعلان ويسجلوا مازال متواصله خلصت يعني الان في التطبيق يعني تقريبا عندها شهرين سجلوا عدد المسجلين معكم والمشاركين شوف هما المسجلين لحقنا 320 الله يبارك من تونس ليبيا والجزائر جميل ولكن احنا عندنا اخترنا من هذا كل واحد سي بي تاعه واخترنا 50 واحد اللي هما يدخلوا يديروا ماستر كلاس وبعدين يجوزوا على المسابقة الدولية وكل شيء طبعا شهادة ايطالية جميل شهادة مشاركة ايطالية في ماستر كلاس ومن بعدين يفوتوا المسابقه الدوليه تاع البيتزا وهذا هدف يعني الحمد لله من العام الماضي كنا بتقريبا 8000 متر مربع العام هذا 10000 متر مربع وغير يزيد يكبر ما شاء الله نعم او يزيد يكبر وان شاء الله ماشي من 5 دول ان شاء الله العام الجاي يكونوا عنده 10 وهذه هي يعني الهدف نتاعنا هو شوف هو الهدف نتاعنا اقتصادي الاول باش نبرزوا المنتوج الجزائري سياحي كذلك سياحي طبعا الاول اقتصادي وبعدين سياحي باش نبرزوا القيمه السياحيه اللي موجوده في عاصمتنا جميل عاصمه البهجه اللي تحتوي على شاطئ ممتاز جدا صابلات اكيد يعني كنت تشوفوا التصريحات العام الماضي ديجا. طبعا واجهه ولا اروع اكيد حتى ايطاليين جاوا انبهروا والله انبهروا بها وكانت عندهم انطباع جيد لذلك هما عاودوا جاوا المره هذه ثاني كان فيهم اللي عاود جا كان بطل العالم باش تحصل انت يا بطل العالم في البيزا في هذا الوقت بالذات مستحيل العام اللي فات جانا 4 ايام العام هذا قال لي نجي 13 يوم أوه. نعم هو راه معنا نعم بما انه عندكم اجانب حاضرين معكم هل تذكر راكم تخموا انكم ديروا لهم جولات سياحيه دوروا بهم شويه في الجزائر احنا وهذا هو نقدر نقولوا لوبجيكتيف نتاعنا هو الترويج السياحي للجزائر ودوهم شوية زفيتي شوية طبعا 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 شخشوخة هم يجيبونا بيتزا احنا نعطوا تريدة يضربوا اكل جزائري اللي تلعجن نعم, نعم. نعم. جميل جدا احنا نتمنوا النجاح لهذه الطبعة التالية الله يخليك كما كان النجاح طبعا الأولى وشرى طبعات أخرى شكرا شكرا جزيلا صالح بارك الله فيك شكرا لك زهرة ممتازة شكرا لك أحسنتم شكرا صباح شروق يعطيك الصحة شكرا لكم نورتونا حقيقة بوجودكم أكيد راح يكونوا فريقنا في متواجد في في المهرجان في نعم. لتغطية مرحبا بكم الفعاليات شكرا لك شكرا جزيلا تكلمنا على المهرجان الدولي لأيام البيتزا والباستا اللي تحتضنوا ولا يحتضنوا منتزه الصبلات بالجزائر العاصمة إيطاليين حيجيبوا لنا صح ثقافتهم من يخص إيطاليا وباستا وحنا حنعطوا لهم تقاليد ديالنا وأكيد من خلال التشوخة والزفيطي نعم واش رأيك يلا يلا حتى المشاهدين ذوقوهم ولا خلوهم يذوقوا
عن بعد في الكاميرا ديالنا تاع صباح الشروق اللي كانت دارت تقرير رائع جدا على التختوخه الجزائريه. هو طبق تقليدي جزائري عريق. هذه الورقه اعدتها الزميله زهير الزوق، تابعوا معنا. الجزائر البلد القارة، هكذا يلقبونها نظرا لتنوع تراثها من عادات وتقاليد. حديثنا اليوم عن أكلة لا تستغنى الموائد الجزائرية عنها، خاصة في مناسباتها أعياد وأفراح وولائم. الشخشوخة. تختلف الشخشوخة في طريقة طهيها وحتى في شكلها، وتطلق عليها تسمية حسب المنطقة التي تنتمي إليها، منها البسكرية، إمسيلية وشخشوخة أظفر، وأنواع أخرى عديدة تتطابق في لذة مذاقها رغم اختلاف أشكالها. حتى أنها أصبحت مفضلة بمطاعم تقليدية خاصة فقط لتحضيرها، تشهد توافد كبير لمختلف الأعمار والفئات. هو إذن المطبخ الجزائري يشهد اختلافا وتنوعا كبير، مما يجعله متميزا دائما ومتصدرا لمراتب مشرفة بس ولا. الحمد لله وانت؟ الحمد لله. مرحبا. يا
يعيشك. اهلا وسهلا بك. الله يسلمك. مرحبا بكم انتم ثاني معنا ويعطيكم الصحه على الاستضافه هذه، ونهديها لكم كاع ونهديها كاع اللي راهم يشوفوا فينا مع الصباح هذه. هذه اغنيه نايلين نحدي كما يقول لك، نهديها كاع العرش الاحمر والعرش الكحل. مرحبا بك، فرحانين بلي راك حاضر معنا اليوم. ربي يحفظك. فرحنا بك. فرحان بكم، صافي بليزير كان. وما نوروا الفنان كاع واش كاين واش ما كاينش، واش عنده جديد واش ما عندوش جديد. عرفنا زهير شريتي في سطايفي، في الشاوي، نايلي في النايلي، بعد نجوزوها. نعم النايلي ثاني، حنايا من المنطقه تاع مسيله يحبوا النايلي، يحبوا يعني معروف عليك انك تغني كل الطبوع. نعم الراي برك لا، الراي برك لا. علاش الراي؟ باسكو مو سبيسياليست تاعي، خلوه لاصحاب الراي. انا عندي تونسي، عندي صح. ايه قدرت بزاف تورات تونسي. ايه يما الغاليه درت البوم. واو مع كيفاش حتى جاتك هذه الفكره انك تروح للتراث التونسي وتحوس على ريبرتوار فريمون لونسيان ديالو وتحييه من جديد وتخدم عليه؟ والله غير تعاملت مع منتج تونسي هو اللي جاب لي البروغرام. اوكي جابوا لي البروغرام، قالوا لي تغني لنا هذا البروغرام ونطلقوه هنا في الجزائر. وعلى كل حال خاصه تاع يما الغاليه كانت ناجحه بزاف. من التراث التونسي نحيي ناس تونس، نقول لهم ان شاء الله رانا نجوكم في سبتمبر ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. وصطيفي مسيله وصطيفي رانا جيران، والبرج وقسنطينه. الشاوي ثاني باتنا راهي مساميه مسيله. صح. يعني زاهي قابض الوسط كيما هنا الجي، احنا مسيله قابض الوسط ثم. الصحراء منا، الجنوب منا، الشرق من. هذا اللي خلاك تميز في هذا الطبع كامل. ايه. وكاين فنان اللي تلقاه محدد، تلقاه يدير ستيل واحد و يلمي على حساب الخامة الصوتية ديالو. الاحبال الصوتيه تاعو يقدر يدير كاع الطوبو. حنا يتعلمنا على العراس على الحفالي، باسكو علاه مثلا يعيطوا لك في الكازي في الله، تلقى احنا الشعب تاعنا مخلط، تلقى من الصحراء من الشرق من الغرب من هكذا. نقدر ندير لهم كاع الطوبو باش نقدر يعني تبع الجمهور ديالك واش يطلب منك وتمشي معاه. زاهي شريطي مسيره فنيه ما شاء الله عليها من 98 الله يبارك. واش تغير في زاهي شريطي من البدايات لنهار اليوم؟ والله ما تغير والو. يعني مع الخبره مع التجربه خلينا درك ولينا نخيروا الكلمه، خاصه الكلمه نبازيو على الكلمه بزاف، باسكو الكلمه هي السر تاع النجاح تاع الفنان. صح. كاين فنان يحب ينجح بالخف ويعود كما يقول لك يغني برك، يعطيه اغنيه للشاعر يغنيها. لازم يخمم الواحد، عنده عائله، عنده يمه، عنده اخته، عنده مرت خو، عنده هكذا عائله، بعد يخمم على الببليك تاعه. كي تنوض تغني هكذا كاين فنانين انا يعني جازوا معنا في عراس في هكذا، والله غير من العراس حوزوهم باسكو على الكلمه. كلمه فهمت كيفاش؟ درك الانسان يبازي على الكلمه هي صح. تلي اللحن كيكون مليح والصوت شباب الاغنيه تنجح بربي ان شاء الله. جميل. اليوم ما يمكن تم الغاء عديد الحفلات كما على بالك في الجزائر، كيفاش يعني راك توفق بين الاعراس يمكن وحياتك الشخصيه؟ نقول لك اختي والله يعني محتاجين، احنا في الصيف هذا كنا نستناو الكازي في تيم قاد جميله، يعني للاسف الله غالب خاوتناهم في ظروف اكيد تضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، راهم يتالموا معليش نصبروا حنا هذا العام والعام الجاي ان شاء الله يفرج ربي. العراس ثاني ماشي راهي حاجه بقوه يعني، خاصه العام هذا يعني من الكورونا ناقصه الحاله بزاف. في تراجع صح، مشكل هو اجتماعي كامل باسكو العراس نقصت، ولا دي جي والله كاين اللي ما يديرش كاع ما يكسرش راسو. ما يديرش كاع يجيب العروسه تاعو ويحطها في الدار وخلاص. بصح قبل الكورونا كنا يعني خاصه في الصيف هكذا ما نقعدوش، هم يعيطوا لك من الصحراء، يعيطوا لك في بزكره، يعيطوا لك هكذا كل خطره. الزاهي وين راهو كما يقولوا؟ وين راهو زاهي؟ انا في وهران. من الكورونا لهنا وشنو احنا ما ننساوش جمهورنا، ديما نفكروه بالجديد، ديما يكون جديد. هذا عطاك وقت باش تخدم على حاجه جديده ومشاريع جديده؟ عندي اغاني يعني صيفيه، عندي في النايلي هذه غير كما درتها جديده، باش الانسان يخلي روحه ديما كما واجد، ديما الجمهور تاعو ما ينساهش. وهذه هي درك الغنى ماشي قال غير في الصيف ولا في حتى في الشتاء. عندنا لي قناه يوتيوب، عندنا الله يبارك درك راه كيما يقول لك التواصل الاجتماعي، اي فنان تروح تلقاه واش يخدم واش يدير واش. حتى الكليبات الجمهور اليوم ولا يدوموندي كليبات. هذه الاغنيه راني ندير لها في كليب مع المخرج خويا من سيدي عامر مدينه بوسعاده، والله كان جا معايا يحضر، قلت له ان شاء الله كي نكملوا الكليب باش تروح تحضر، يعني ما شاء الله واحد الجنرا يخدم يعني يخدم مليح. صورنا في بوسعاده، صورنا هنا في الجي شويه، ما كفيناش الوقت باش نوجدوه نجيبوا نبثوه اليوم، مازال ليا ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بك في اي وقت. الله يسلمك. نعم.
من غير الفيديو كليب اللي راك توجدوا، وشك موجد وشك ناوي، وش هو الطابع اللي يمكن حاب تغنيها؟ انا مازي على الغنيه النايلي هذه، وعندي ثلاث اغاني صيفي، عندي واحده درك نديروها تاع كلمات عمي عمر جماطي الله يرحمه، هذه عندي بزاف وانا خادمها ومخبيها، بعد زدت عاودتها درت لها ارانجمون جديده، درت لها درك نسمعوها للجمهور ان شاء الله. صبري عليا عمري صبري حتى انت ظهرك لقيت كي ظهري وتعوجت لنا الايام، هذه في الصيفي سنتيمونطال في الصيفي. عمي عمر يعني كتبها لي قبل ما يموت وخدمتها وما خرجتهاش للجمهور، اول مره راح نبثها ان شاء الله يسمعوها حصريا اليوم في برنامج صباح شروق ان شاء الله. وعندي واحده ثانيه عمر السملي ولي دم، عندي واحده ايمان، عندي بزاف اغاني صيفيه راهي كما يقول لك في اليوتيوب، اللي يحب يشوف والله يدير الزاهج رايت اي 2000 والله يخرج له كاع الغنى تاعي ويسمع ما شاء الله. انا رايو ثاني مسيره فنيه بسم الله ما شاء الله عليها ما تخلاش فيها هذه واحده نايلي ثاني واحده اخرى راهي واجده ثاني بصح ما نطلقوهاش هذه الايام نخلوها لحتى بعد القرايه والله حاجه باسكو باش ما نكتلوش الغنيه هذه. وي زاهي شريطي حبيت انا ولا غير سؤال حبيت نطرحه منذ مده على زاهي شريطي فنان بسم الله ما شاء الله اللي حاضر منذ 98 في الساحه الفنيه معروف بمختلف الطوبوات، ولكن حنا محظوظين اليوم بوجودك معنا في الشاشه قليل الظهور ما تحبش تبان بزاف والله. علاش؟ العرض ماشي العرضات اللي ما كاش. لا لا العرضات كاينين خاصه الشروق يعني نحييهم بزاف مرحبا المناسبات ما ينساوناش الله غالب. انا غير في العيد هذا وعيطوا لي الشروق ما لحقتش جيت ما رحت للبلاد راك تعرف الواحد ما تحبش تظهر في الشاشه ما تحبش. لا 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 نحب نحب وشنو مع الوقت يجي نهار تولي شغل ما على باليش تالي ماذا بي انا الشروق كيما عيطوا لي اليوم جيت عيطوا لي السمانه اللي فات ما جيتش نقول لهم نعذرهم عيط لي رابح بانوراما في ايامات العيد نقول له رابح نحبه رابح علاوه رابح علاوه ايه رابح علاوه نحبه نموت عليه نقول له الله غالب رابح ما لحقتش زادوا عرضوني العام اللي فات جوست معاك انت يا نعم ما جوزناش بزاف ما عطيتيناش الوقت بزاف ماشي انا العيد يكونوا فنانين حاضرين معنا كنت نهضر معاه لا ما عطاوناش الوقت بزاف وزعفت في ذاك النهار زعفت باسكو لا جيت من المسيله جيت من المسيله ومن بعد نحيي شاندالي قال لي لا تجوز معايا في الليل قلت له لا لا ما نجيش راني بعيد ومن بعد كي شافني عمار هكذا قال لي قلت لك روح تجوز معايا في الليل شوف اليوم احنا درت في الليل العيد اللي فات العيد هذا اللي فات لا لا العيد الاخر اللي قبله وجبت شاف معايا مطيب لكم اكله ماشي انا ماشي ما لمكش انت ماشي معنا انا جيتي معايا في عندها شحال هي واحد جان ماشي صار ماشي انا جيتي معايا انا ويوسف نكار جازوا معنا ثلاث فنانين كنت واحد الطفله وزوج فنانين ولا نعم. ما عطاوليش الوقت عطاونا 10 دقائق والله بلا لحق الثمانيه قال لك الله غالب وهكذا منا وهذاك صاحبي الشاف حتى ما جازش مسكين جاب العصبان جاب هكذا واليوم كان جاي ثاني صلاه له جنازه في البلاد ومنا ما جاش قال لي يقول لهم يسمحوا لنا الخطر الجاي ان شاء الله ان شاء الله يا ان شاء الله يا رب. قلت لك احنا ماذا بينا الشاشه هي الاساس تاع الفنان حتى اليوم نهضروها معليش ايه لي ريزو ثاني تعاون الفنان ينسور بزاف ايه. هذو بكري احنا ما عندناش احنا بكري يخرج السيدي بوستر تلقاه بوستر تلقاه معلق ايه. ويدور ذاك السيدي بصح درك كيما في التواصل الاجتماعي كاينين الناس ما يقدرش يشوفوا الفنان في الانترنت كاينين الناس ما يتبعوش التواصل صحيح بصح بكري سيدي يلحق على الديور هاي ثاني راه الفنان درك راهو باش تنجح ماشي حاجه سهله ماشي حاجه سهله أي خاصه صح. الفنان الجديد حتى اللي عنده مسيره ولا عنده يخمم كيفاش يدير يشوف باج قويه مليحه يدير فيها مثلا كيما تاع عقبه هو يروج يعني عنده ام باج مليحه يدير الاغنيه ويدير الكليب ويروجها الناس قاعد تشوفها الله يبارك ايه هذه هي لازم تكتيفي على حياتك باش ما ينساكش خاصه الجمهور هذا الجديد هذا لان عندك اسماء جديده راهي تظهر بزاف والساحه الفنيه راهي تتغير ايه. واش رايك في هذا الشيء؟ وين ايه. وين يحط روحه زي شريطي مقارنه مع هذا الشيء لو صاري؟ انا نقول لك عندي جمهور تاعي هذا هو انا جمهوري يتبعني ليش يتبعوني 10 عباد بزاف عليا اها من السيره من البدايه تاعي لحتى اليومين هذا ايه باسكو علاه عندي خادم كما يقول لك داير الطريق بصح درك فنان جديد باش ينجح حاجه صعيبه شويه علاش صعيبه كاين اللي في التواصل الاجتماعي بوستي ويقول لك انا هي لحقت لي مش عارف شحال وهكذا وهي ما كانش منها كان يخرج هكذا برا ما كانش اللي يعرفه ما كانش اللي يعرفه صح فهمت كيفاش حنا التلفزيون كاين دي فوا
كيما انا من 98 ولا قبل من 98 وانا نغني ومسيرة طويله، بصح كي يلقاوك هكذا الناس برا ويقول لك ماكش حتى الفنان. ايه دونك يخصونا لي كليب، يخصونا حوايج بزاف، باسكو الفنان كي يكون موش خدام ما يقدرش باش يدير كليب شباب ويدير اغنيه مليحه وهكذا، فهمت كيفاش؟ بصح بكري كي كنا نخدموا كان الخير كاين، دير كليب شباب. انا الاول ظهور تاعي تاع فرحي جاو الحنايا 98. ايه هكذا اول البوم تاعي اول اغنيه نجحت بها تعرس يبارك، حممت لها درت لها كليب، كتبها لي واحد صاحبي من مدينه المسيله نحييه سعد خاتم، كان يدير معايا القصبان، كنت ندير البدوي بكري، تعلمت في البدوي مع عبد الرشيد. لانك خارج من جمعيه فنيه تما لازم لي باز لازم يقعدوا. ايه صحيت. ايه ومن بعد درت هذيك الاغنيه والحمد لله صورتها هنا في الجزائر ونجحت. هذيك هي يعني باش تعرف السر النجاح تاع الفنان لازم ديما ناشط ديما اكيد اكيد اكيد. يعطيك الصحة سي، يعني سي تان بليزيغ انه يكونوا حاضرين معنا هكا فنانين من يعني من زمن جميل، يعني تعرف من التسعينات، يعني بقينا نشوفوك بقيتي حاكم يعني لا ميم الحمد لله في القمة دائما. حبينا نسمعوا الاغنية الصيفية، راني متشوقة نسمعك تغني صيفي. صبري عليا عمري صبري حتى انت زهرك راه قد في زهري وتعاودي تغني. علاش بالك قال لي صبري قلبي يحبس. هذه الكلمات عمر جماتي الله يرحمه وبنو درك راهو داير حالة نحيو عقبة ان شاء الله نهدوها كاع كيما يقول لك نختموا بها. ماذا بينا اللقاء هذا مازال حبيت انا نقصر معك شوية دابا. علاش انا ولا غير حبيت نعرف معك على موضوع اللي ربما انتشر بكثرة. انت بسم الله ما شاء الله عليك راك سنوات في الفن، تعاملت مع شيوخ، تعاملت مع قامات، خدمت لهم اغاني معاهم، خدمت لهم اغاني لهم. عبد الرحمن جودي ايه حيوه. بصح اليوم رانا في وقت وين شباب يخدم اغاني تاع شيوخ ومن التراد وينسبها ليه مع الاسف، يقول هذه تاعي وهذه. لا لا انا ضد هذا الشيء، باسكو علاه كل 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 حاجه عندها مولاها يكذب عليك. انا ماذا بيا فنان شتى في الراي، شوف عندنا في التراث في الراي والله في الشاوي والله في البدوي، كي تعاود اغنيه وتجددها وما تجبد مولاها، باسكو عندها مولاها يكذب عليك. هذا هو واش تقدر نحافظوا على التراث ديالنا. صحيت كيما حنايا انا من ذاك راني معول ان شاء الله نعاود حيزيه بالستيل تاعي مع ابو العود نحييها، وما جاش اليوم نورمال راه كان معروض ما جاش العواد من بوسعاده. يعني كي تحيي اغنيه احكي عليها معليش ما فيها والو، انت يا راح تعطيها بصوتك وراح تجدد لها في الموسيقى وتجدد لها بصح او ما اذكر مولاها. كاين نحكي لك خطرات لقيت مع واحد بسكري قال لي الزاهي عندي واحد الاغنيه من التراث في البسكره في ولاد جلال، قال لي نعطيها لك عاودها، قلت له بصح تعمل، قال لي مولاها مات رحمه الله. صح قلت له الله يرحمه. وما قال لي معليش قال لي عاودها، قال لي راح ما يتبعكش. خالد خطره عاود اغنيه مولاها بسكري ومن بعد قال لهم تاعي ومن بعد تبعوا ذاك السيد تبعوش كبيه ودا حقوقه. باسكو علاه هذه الغلطه تاع الفنان، انا اغنيه مش تاعي باسكو لا كي تغنيها وتبان يبان مولاها. صح ربما هذا الشيء اللي خليني نطرح معك سؤال اخر، لانه قليل انت في الظهر في التلفاز، حبيت نناقش معك واحد الموضوع كان صنع الحدث في سنوات اللي فاتت. كان عندك اخي نقولوا ماشي خلاف ولكن راك سوء تفاهم مع المرحوم الشاب عقيل. والله والو ما كان نورمال هذيك اغنيه. واش حكايتها؟ اغنيه رحمه الله على الشاب عقيل محبوب كل الجزائري. على بالك لا انا عقيل تربيت نويا خدمت معاه كما يقول لك ندخل له للدار للعائله، شغل كنا كي الخاوه نخدموا كيف كيف نرقدوا كيف كيف رحمه الله. كانت اغنيه غناها هو تاع اغنيه سوريه هي الله اعلم تاع ظلمتيني بدلها الكلام. طيب ومن بعد انا جابها لي واحد صاحبي الدي جي سمعها عند عقيل. جابها لي ذاك الدي جي قال لي الزاهي قال لي الاغنيه هذه تاعك، قال لي عاقيل ما تخرجش عليه، قال لي ميسي السيل تاعه. هذه هي الاستوار. عاودت انا زرب ثم عجبتني الاغنيه، رحت للعقبه في باتنا خدمتها كي بثيتها سمعها عاقيل عيط ليديتور هذا قال له ودي هذه راهي الاغنيه تاعي وكاع. قال له معليش تحبسوها، قال له ودي راه جابها لي الزاهي وهكذا. بعد شغل زعف علي هذه هي. ومن بعد بصح قبل ما يموت كنت تحاورتنا وياه وقصرتنا وياه باسكو ماشي على ديال الغنيه الواحد يربح العيب والله هكذا. والحمد لله ما كانش الحمد لله يا ربي يجعله من اهل الجنه ان شاء الله. وهذا اللي يخليك من الناس الطيبين تاع هذا المجال ودائما سمعتك تبقى نظيفه ونقيه لاختيارك الكلمات اللي تتماشى مع العقليه والمجتمع الجزائري. هذاك الصح نشكرك على هذا. ماذا بيا كي نمشي هكذا والله ما يشوفكش يدور وجهه والله. نقول لك يعطيك الصحه خاصه في النساء والعائلات كي يشوفوك يقول لك ما شاء الله انا نغني على الاب نغني على الام نغني على الغربه نغني على الحرقه، عندي اغنيه على الحرقه تشوفها تبكي الدم. جامي جوزتها بصح يجي نهار ان شاء الله نبثها الله يا رب. اغنيه شابه بزاف باسكو لا المواضيع الاجتماعيه كاع ناجحه.
وان شاء الله مازال الدنيا طويله ونفرغوا لها تلفزيون رانا هنا ان شاء الله. ان شاء الله يخليك والله شروق كما كل ما يسحقونا ان شاء الله رانا هنا. يعطيك الصحه نتمنى له كل نجاح ان شاء الله وديما شرف كبير اننا نستضيف فنان كما انت يعطيك الصحه ومدي رضا يعني كل العائلات بحكم انه يغني. شوف الفنان اللي تلقاوه يغني الاعراس ويدخل على عائلات الجزائريه. سمعتي اللي هذه على يوم المهمه يوم الجزائريه وحاب نفس تدرك ويوم راني عييت باسكو لها هذا راه يبين لمو حاب يتزوج هذا الانسان يقول لها يما شوفي كيفاش تعاوني وليدك. سبحان الله. والغنيه الصيفيه واش موضوعها؟ ونحيي بنهوره بزاف امير النايلي يخدم غير النايلي. انا كي نحب النايلي نروح للبحبح عند خويا عبد القادر يوجد لي اغنيه شابه. درت العام اللي فات تاع مالي مالي ثاني نجحت. وكي نحب الشاوي نروح لباتنا ندير اغنيه شاوي. نحب الصيفي نروح للبرج نروح للصيف يعني كل حاجه في بلاصه. نعم يعطيك الصحه. هنا الجيروا هنا العاصمه كي تحب دير عفسه في العاصمه في الزنقاوي هنايا في الجزائر. كل منطقه عندها الاختصاص اللي يمشي فيها عندها الاختصاص. وشنو الفنان كي يحب مثلا يدير واحده نايلي والله ما يخسرهاش يروح وين سبيسياليست يديروا النايلي يحافظ على التراث ولا الاغنيه تاع الراي ولا هذا وكيعاود اغنيه من القديم والله ما يحشمش بها ايه ويدير اوماج لهذاك الميت هذاك ولا لهذاك الفنان اللي حي. انا كيما دير ياسر رحت للسودان يعني هذا شيء هذا لله. انا ندور في المرشي هكذا في السودان في ديمين ناف كيما رحنا ام درمان ام درمان رحنا فنانين إيه. بعد الماتش رحنا درنا حفل زوج حفلات ثم إيه. على بالك احنا نمشيو هكذا ويسقسونا يقول جبتوا درياسه شفت يعني الغنيه الجزائريه وين توصل باسكو صافي بليزير. قلت لهم مالك كي طلعت انا في لاسين العوامه يحيى ولاد بلادي غنيتهم الريبرتوار تاع الراحل كاع غنيتهم إيه. صافي بليزير شرفنا بحضورك زي شريطي فرحنا بزاف باللي حضرت معنا اليوم. ربي يحفظك ربي يخليكم ماشي من اليوم احنا نحبوا كي تحضر معنا خويا احنا رانا واجدين الو زاي ارواح نسحق كنت شكرا ندير لهم شكرا اكيد هذاك بليزير ندير كليب هذا العام هذا باه ما ينساوناش لجان هذو احبابنا تاع بكري تسمع بدرو بدر الدين بوخر المخرج تاعنا كليبات زي شرطي دائما يجوز هاني نشوف اللايبرك تاع كريستال ما شاء الله هذا كامل بيدرو الميكروفون فقط وتفضل زي شريطي بها نختموا حضورك معنا اليوم يعطيك الصحة شكرا تبارك الوليدي الميكروفون فقط أكرم سلطانة أولادي هذو بعد نجيبهم يعوموا هنا في لابيسين والناس اللي يحبوني ودلوا له بزاف بزاف وناس مسيله ناس تزاير ناس الغرب الشرق وانتوما وحبابنا كاع نهديها لهم كاع يلا الاغنيه الصيفيه مع زي شريطي على المباشر تفضلوا اذا اعطاتك الدنيا بيظهر
دمت ما لازم هكا ديرهم باش يخرج الصوت مليح. ام ساعتها ما ديرش دير هك هكذاك هكذاك. يعطيكم الصحة على خير وانكم تبداو نهاركم وتمضيو هذه الصبحية معنا في صباح الشروق. عندي اهداء صلاح. شوف ملي غنى زي شرايطي صالح عندي اهداء، وبعد جوزنا اغنيه قبائليه صالح عندي اهداء، دوك دخلنا صالح عندي اهداء. ها تفضلي. شوف نقول لك باسكو شاك فوا نحب نديرو صراحه جايه فاصل سيلونس بلاتو عندي اهداء ناكل المال باش ما نهضرش. عندي تحيه تخي تخي سبيسيال اليوم لواحد الطفيله كو جيم بوكو اي كو توت لا فامي تحبها، سي ناليا انيا لعوج. نقول لها جوايز انيفيرسير ما في ان شاء الله كل عام وانت بخير، وان شاء الله نشوفوك اون غروند برينسيس ان شاء الله يا ربي، ربي يحفظها الماما ها ولكل عائله شعر الديب وعائله لعوج ايضا. لانيفيرسير تاعها. وعندي لانيفيرسير تاع خالتها اوتي اللي هي صبرينا شعر الديب، نقول لها جوايز انيفيرسير ما شيري كل عام وانت ان شاء الله بالف الف خير والف مبروك البكالوريا الهاشم. يو زرده في الدار عرس اليوم عرس انا مع رودين في ميله بعيد نروح نحب الزرده انا جايين. يلا لك شكون شفا ليندا اللي جات معنا لا كوزين ليندا اللي جبناها في صباح شروق. صباح شروق ليندا اللي كانت اللي جينيك جات بالعشاء زيتو ليندا من ذوي الهمم. اه وي 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 تحيتنا ليها كانت حط معنا في الموسم اللي فات ماشي هذا اكزاكتومون. واو تحيتنا ليها خلت فينا اثر جميل وخلت فينا ذكريات جميله معها. قريب دات لي بلاصتي في الانيماسيون. ايه بروحها المرحه بشخصيتها الطريفه الحلوه. تحيتنا ليها ولكل العائله ديالها ان شاء الله طول العمر يا رب ان شاء الله يا رب. يلا مشاهدينا خيرتوا انكم تبداوا نهاركم مع صباح شروق في نهار الخميس اليوم عملتوا مليح. حنتكلموا الان على السينما. زهره كي نقول لك السينما الجزائريه القديمه وشنو من الافلام اللي يجوك في راسك عندك انا بو عندنا ديجا البالم دور تاع حمينه اللي كان في الفستيفال دو كان اللي وقع سنين الجمر اكزاكتومون. عندنا بزاف افلام عندنا هي الجانب الكوميدي اللي باكونس على السبيكتور كارنفال في الشارع عائله كاين ناس الكحله وبيضه هذيك تاع الدايم نسيت الاسم تاع العنوان ولكن عبا حنا في الافلام تاع بكري نشوف غير على الاسم الاكتور ولا راح العنوان في تاع الدايم على بعض اللقطات هكا يعني حفله تسير. واو واو كانت ورديه ايضا تاع ورديه واسمو فيلم تاع ورديه فلا فيه فيه العديد من الافلام العديد من الافلام لا لا هذيك اللي راحوا البوسعاده وخرجوا لهم يا الله راح لي الاسم ولد هذاك قويدر اللي رفض يما حبيت نقيه وقالت له دير مقطع عباك واحد الافلام دوكا كي نتذكر عباك كلونديستا هذا هو يعطيكم الصحه عليك التاكسي المخفي كلونديستا قال له وينك ورايحين للعرس عرس من عاصمة الكبيره مع عمر الشريف. شوف هاد الامور وهاد الكلمات وهاد العبارات دوكا كي نكونوا خارجين مع العائله نعاودوا نجبدوهم اكيد بقات فينا زعما مثلا هذيك تاع ثمان عريوات تاع سوق مكحل في الليل ولا على بالك هاو الجميل هاو الجمال هاو الفن هاو الفن وهي الثقافة اللي تبقى لازم ونعاودو نتفرجوه يعني مالغري لا كاليتي ديماج ماشي مليحة تقمش عينك هاك وتشوف مانيفيك بصح كي تسمع يعني الكلمات وتسمع السيناريو كيفاش مخدوم تحس بلي كاينين صح الناس خدمت على مضمون فيلم. بصح كاين دي جون اليوم دي جون فيلم ميكر ولا دي رياليزاتور صغار يحكموا هاد الأفلام ويديروهم بالكاتكا بال 10000 بلوتو 1080 بيكسل ويخرجوا بتقنيه عاليه جدا راهم في اليوتيوب وان شاء الله ان شاء الله انا واش راني حاب لانه على بالك باللي تاع الاسبكتور طاهر نهار خرج في السينما وكانت السينما اطلس هذاك الوقت حقت مداخيل خياليه في تاريخ السينما الجزائريه جو بونس كو من هذاك العام ما زاد خرج ولا فيلم دار هكاك ايرادات فاليوم علاش لا نحكموا هذه الافلام ونعاودوا نعطوا لهم نسخه جديده في ليماج تاعها ونعاودوا نعرضوهم في السينما الجزائريه ديالنا علاش لا جميل جدا وتكون مواضيع مواعيد عفوا صراحه حتى بعد المسلسلات نشوفوها في رمضان يا ريت نعاودوا نشوفوها كك مسلسلات على العام يبداو على السبعه كما كنا زمان يعني في التلفزيون العمومي كان على السبعه يبدا شفيقه حقيبه اسمه الحقيبه كان بزاف افلام مسلسلات اللي كنا نشوفوها مع السبعه لكن على سير العام ماشي لازم في رمضان البدرة يو واحد موعد مع القدر والغنية كانت تعجبني تأمل وهبي تأمل وهبي الدنيا موعد مع القدر الغنية يلا زميلنا راهي نهب الدور المختص في كل المجالات صحفي متمكن ومتكامل بسم الله ما شاء الله عليه دار لنا تقرير رائع جدا على الانتاجات السينمائية والافلام السينمائية القديمة رحلة الى الماضي الجميل راح ندوكم في تحويسة في التاريخ جميلة جدا يلا نستمتعوا يا جماعة واش بيك تتبع انت؟ اول عبيد ما نتبعكش خو الطاكسي واش بيك تخزر فيا؟ انت جاب لي ربي ونعرفك ها؟ وين تعرفني؟ وراه الحلوف بالحلوف حاب يخليني ياه يضرب في الكوت كيما كي عليا انا
في فترة الثمانينيات والتسعينيات ازدهرت صناعة السينما الفكاهية في الجزائر بإنتاج أفلام تركت بصمة لا تنسى في قلوب وعقول الجزائريين. تعد هذه الأفلام أكثر من مجرد مصدر للضحك والتسلية، بل كانت جزءا أساسيا من الثقافة السينمائية والاجتماعية في تلك الحقابة، حيث تركت ذكريات جميلة عميقة في أذهان المشاهدين. عنده الحق ببريطة المهبول، رانا في الأريزونا في التريتوار سيو في عام 1863. هالنورديست هالسوديست هالجردسيسيسيو. تقدم هذه الأفلام لقطات طريفة وشخصيات كوميدية بأسلوب ممتع ومشوق، مما أدى إلى إنشاء رابطة عاطفية بين الفن السينمائي والجمهور الجزائري. علاش يا حسن تموت خسارة؟ علاش يا حسن؟ علاش؟ ناس الحومة كاع يحبوك فرحهم. أحبك يا حسن، هاك تشوف مرا وراجلي يستنى فيك يا حسن. أحبك. ايه يا سمي منا ايه شدي شنية البيت على اليهورت والبيض والكامومبير وكتليت منزاج وليموناد داري اللي زرده هنا. رغم مرور الزمن فإن ذكريات الأفلام الفكاهية القديمة لا تزال عالقة في أذهان الجزائريين، مما يؤكد على الأثر العميق الذي تركته هذه الأفلام في الثقافة الجزائرية. يجب على الجمهور والمسؤولين في مجال السينما الحفاظ على هذا الإرث الثمين وتشجيع إنتاج أفلام جديدة تحمل روح الفكاهة والترفيه التي تميزت بها تلك الأفلام القديمة. نصدق ولينا القرابيلات الرصاص والبارود في دار زكية فرات، وعلاش خيروني انا؟ علاش وانت زكيه راكي عارفه واش راح يصير بينا؟ ما راكيش عارفه دوك نقول لك الفيلقه. يعطيك الصحه رينو بدو، استمتعنا معاه ودانا اللعبك، فكرنا في واحد اللحظات، فياريت لو المشاهدين لو يشوفوا فينا اليوم نعم. في هذه اللحظات يتصلوا بينا ويقولوا لنا شنو هي العبارات اللي شافوها في الافلام الجزائريه وبقات هكذا راسخه في بالهم، ولا حتى افلام هكذا بقات لهم في وايضا افلام يتمنوا انهم يشوفوها، ولا ما لا تبثها لهم قناه الشروق في الايام يمكن لي القادمه، فهي معروف على قناه الشروق انها تبث افلام قديمه في الصيف. صح، على بالك تشوفي هذوك الافلام، قلنا كوميديا اوكي، ولكن ربما فيلم لي جو بونس لا جينيراسيون تاعي جه الخوف من هذيك الفيلم تاع بيونا تاع زوينه تاع السحر وشفايلو. نخاف لي اليوم، نخاف على ولادي يديرهم يدي. هذاك الفيلم جي كامل تروماتيزا، ولكن شوفي بصح كانت فيه رسائل، كانت في حاجه توعي المجتمع اللي فهمناها بعد سنوات وسنوات عشناها في السنوات الاخيره. شوفوا سبحان الله، النظره تاع الفنان والنظره تاع المخرج صح، والنظره تاع كاتب السيناريو تاع الصح، هي رسائل تفيد المجتمع. في كذلك فيلم تاع امراتان شفتي الامراتان صح، كان فيه جانب كوميدي ولكن كان فيه جانب اجتماعي اكثر منه، خلانا نشوفوا امور في السنوات الاخيره، كنا نشوفوا معاناه المراه يعني اللي يتزوج عليها راجلها، وكنا نشوفوا حاجه العنف ضد المراه العنف كذلك، كنا نشوفوا ايضا الطفل اللي يكره الاب تاعو واش يقدر، يعني شفنا بزاف حوايج، شفنا بزاف ظروف صح كوميديا ولكن كانت فيه رسائل. اكيد هذا هو الفن، الفن التثقيفي اللي كان زمان كنا نشوفوا فيلم بصح تخرج بثقافه، تخرج بمعلومه، تخرج بفكره عن الحياه. طبعا فيا ريت انتم كذلك مشاهدينا اتصلوا بنا، تواصلوا معنا وقولوا لنا انتم كذلك الافلام اللي ميزت الصور ديالكم ولا الجيل ديالكم ولا حتى شفتوها وتعاودوا تشوفوها وما تملوش منها، لانه هذه الافلام جو بونس كيما الرساله ولا كيما معركه الجزائر. اللي تعنيك اللي ما نكرهوش منهم. يو عبك جامي شفتو كامل، غير تبدا تغني سيلين ديون طفيها. على كل حال انتم عطونا هذه الافلام اللي قد ما تشوفوها ما تملوش منها. تيربولون تيربولون. يلا شكرا لكم، جو بونس كنروح على فصل ونستقبلوا مكالمات، اذا كان في مكالمه نستقبلوا مكالمه، يلا استقبلوا مكالمه نقولوا صباح الخير. مرحبا. الو راهي ناقصه. الو صباح الخير. كنت نسمع كنت نسمع. وي وي بيان سور راني ما تفكر بون لي اكسبرسيون سورتو. انا راكي على المباشر سيدتي، مرحبا بك. الله يعيشك. شكون معنا من وين؟ مرحبا. أني من وهران، نعيط من وهران. أهلا بك. حتى الفن الوهراني كان فيه أفلام بلا حدود مثلا. الكوميديا الوهرانية تقتل بالضحك. بلا حدود اللي خرجت من وهران، ثلاثي الأمجاد كذلك، ثلاثي الأمجاد. شفنا شفنا العديد من الإنتاجات. مصطفى مرهاك. وي مصطفى حيمو رحمة الله عليه. العديد العديد من الهواري كذلك رحمة الله عليه.
هواري بودو الساحه الفنيه الوهرانيه فقدت بزاف فنانين مؤخرا. الو سيدتي مازلتي معنا؟ وي وي انا نسمع. وي وي انا معكم. مرحبا. اي شك. قولي لنا واش هي الذكريات اللي عندك مع نوستالجيا الافلام القديمه؟ شوفي الافلام القديمه سورتو كي كنت نسمع دوك بعدا علي غريبي سوق امك تحل في عينك الناس عينك الناس ونار جابوا تلفزيون اون كولور هذه هي. وطبعا انا من الجيل القديم بون نسكن في وهران من الشيال جيغواز صافي 40 سنه لي اوغا بون حنا عندنا ثلاثي الامجاد عندنا زعما جو سوي توجور اتاشي كاع لي فيلم الجيريان كاين ثاني بون عشب 12 كان يقتلنا بالضحك صح تاع ثاني هذاك واش اسمه تاع عريوات مرأتان سيتي تري انتريسون شباب مام لو فيلم تاع لو كلانديستان كلانديستان اللي راحوا البوسعاده وي اكسترا سورتو كي يقول رانا في فاس لاريزونا سيري صح. قولي لي سيدات انا ولا حبيت نسقسيك اليوم عندك اولاد متزوجه؟ وي وي انا متزوجه وعندي كات تي زونفون. الله يبارك. هل من داك هل مره تحطي لهم هذه الافلام يشوفوها وتقول لهم ها واش كنا نشوفوا كي كنا صغار؟ دو طون طون وي دو طون طون وي يهتموا تلقاهم مهتمين انتيغيسي شوفوا شوف احيانا شوف لي فيلم لي فيلم كوميك سورتو يهتموا لي فيلم كوميك باسكو سون جون صغار ما يفهموش حتى حتى اللي يقدروا يفهموها اللي يقدروا يستوعبوها يشوفوها سيدي لا يعطيك صحة. نعم. وانت يا قولي في وقت الفارغ تاعك اسكو تشوفي ان فيلم اسكو واش كيفاش تعمر وقت الفارغ تاعك؟ وي احنا انا جينيرالمون شوفي شوفي انا اوقاتي جينيرالمون باسكو جو سوي بروفيسور دو لونغ انجليز. الله يبارك. يعيشك دونك نهتم بزاف بالسينما بلي بودكاست نشوف دي فيلم امريكا كان نسي نهتم على عربكم لا لونغ انجليز برون دو لامبلور دو بليز اون بلي ان الجيري دونك سي بيني سورتو تو تون مع الانجلي. وي كاين اون توكا دي كلاسيك في السينما العالميه اللي بقاو راسخين في بالنا كيما زهرة من دقايق ذكرى التيتانيك كاين كذلك لو باران غود فادر بالنسبه حنا اللي جان كنا نشوفوا بزاف كاين مامون جي غاتي لافيون سي دي كلاسيك اللي بقاو لنا ثاني بقاو فيه راسخي في بالنا تويلايت يو تويلايت على وهنا جناس. وانت يا وشنو هي ربما خلينا الافلام الجزائريه عرفناها ولكن العالميه هكذا اللي كلاسيك وشنو هما اللي بقاو لك في بالك؟ والافلام العالميه لي في دلامور هذاك اللي مازالو مازالو يعرض ما بايش واش من الحلقات 19 ولا 1000 العام تاعي الله يرحمها تفرجوا بزاف رحمه الله عليها سا سي جينيراسيون لي على خت ماليبو على خت ماليبو كانت فيه افلام اللي وي وي ولي لي سيري كاين دكتور لا بيتيت ميزون دون لا بريري صح سي لا جينيراسيون تاعنا اللي عشت بهم وي لا جينيراسيون بالك انتم مازلتو انكور ما فهمتش كانوا الوالدين يشوفوهم حنا كنا نجوزو هكذا تمتم بون اوفان كاين با مال فريمون لي سيري ولكن كانت لا كاليتي في الانتاج والناس كانت تخدم على الاعمال الفنيه ديالها ويا ريت ميم كانوا ميم لي زيميسيون تاع القرايه تاع لونجلي ما شاف هذا الحق انتم عليها سي با سورسي الا تشفاو بون اولا هذاك اللي كان ونسيت واش من القناه كان عنده كارافان هكذا ويحط يدير فيها الابحاث تاع الفيزيك والشيمي نسيت اسمه نو جو با هذاك واحد انا عاوي بيبس نوادر شويه عنده شعره هكذا وزعما شغل باحث سي با سورسي سي با سورسي واقيل وي وي نشفى بصح انا نسيت نسيت كنت نشوفها بزاف شحال كنت كان يدير هكذا تجارب فيزيائيه ويكتشف حاجه يدير حاجه انا كي نهضروا على لي انا عارفه لو كونتوني سيتي سا سي با سورسي واقيل فولومي نعقل فولومي لونسينيون يجي طالع في ان افيون ويقول فولومي كامل تشفاو انا لي بروميير جاني اللي كنت نقري فيه فيهم اي بان زيد دابا يسموني فولومي ما يعيطوش كاتر ما فولومي صح. واسكو تشفاو على في البرامج يعني التثقيفيه اللي فيها يمكن نرشدوا ثقافه عامه كانت ليميسيون تاع اتونسيون على مارش
مازالها 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 اتونسيون على مارش مي ايميسيون فريمون قديمه وكانت هنا في الانتاج الجزائري كانت في افلام ولا بلوتو برامج كانت كذلك خاتم سليمان خاتم سليمان مع الراحل سليمان بخيري نجيب لكم معلومه وليدي صلاح وزهراء افون افون كور في حديقه الساحره حديقه الساحره ماما 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 نقوى انت غليسي شوف مقبل الاستاذ امين نعقل عليها كاستاذ امين ما بين ثانويات وقيلة أبخي نجوى قبل نجوى أنا على بالك نحكي لكم واحد الحاجة على المباشر عندك وقت هكي قادة معنا أول مرور تلفزيون ودي صفيه شحال وانا نعيط أنا أول مرور أول مرور تلفزيوني ديالي كان في عمر 7 سنوات مع طاطا ليندا كانت دتني الخالة ديالي ربي يذكرها بخير ويطول في عمرها كانت زميلة ليها فدتني معها التلفزيون العمومي هذاك الوقت وكي سقساتني واسمي قلت لها صالح الدين بيبيطو كان هذاك الوقت كان هذاك الوقت لاعب برازيلي داير حاله اسمه بيبيطو كان كيما ركي يدير هكذا كنت مت عليه كان يلعب مليح وكنت نحبه بزاف كي سقساتني واسمك على المباشر قلت لها صالح الدين بيبيطو وقالت لي انا سيتي افون طاطا ليندا بيان افون بون انا جوزا طاطا انا وليدي قدك المهم انا بيان افون كنت في ديجا كنا نروحوا للاذاعه نسجلوا شفت الجينيريك تاع الحديقه الساحره يا فتاه يا فتاه يا بنون يا بنات هذوك شفت حنايا انا نذكر جي 65 اون لا كنت في هذيك المجموعه الصوتيه ايه كانت فيه المسرح الاذاعي ثاني كان في الاوديتوريوم تاع اسم سعودي اللي راهو اليوم في شارع الشهداء في الاذاعه الوطنيه كان خرجوا اسماء من تما المسرح الاذاعي ثم كذلك كانت خرجت فرقه صوتيه اه وي كنا نروحوا على شاك فوا هذاك الوقت كنت نقرا في الشفا شفتي جيتي اون بروميير اني موين اي كنا نروحوا للاذاعه ونسجلوا هكا دي شونسون نسجلوا قلت لك هكا دي جينيريك وحاجات بقات في الذاكره ديالنا كون جيت في ما غوتريف كون بارازار داروا لي سيربريز حديقه ساحره حديقتي جميل جدا ماشي سما في بليزير قال لي بس فكري راه كنت صغيره جميل جدا سانو زا فريمون في بليزير اللي هضرنا معاك ما شاء الله عليك الله يسلمك بليزير بارطاجي شرفتينا والله شرفتينا فريمون سي ان بليزير وما تحملناش من صوتك عيطينا مره مره ياك ان شاء الله يا ربي ربي يطول في عمرك ربي يخليك مع السلامه نعم قلت لك انا نسيت شاك فوا نعيط ربي يخليك ربي يخليك شكرا راهي كارثه لافوا تاعي باسكو شوي كليك كي مريضه شويه باين ربي يشافيك ان شاء الله نقصي الكليماتيزور نو نو او مانيش نشعلو كونتخيغ مانيش نشعلو اي ربي يشافيك ان شاء الله ايه يسلمك يسلمك يعيشك الي او بليزير مرحبا بالاتصال ديالك يعطيك الصحه يعطيك الصحه شكرا شكرا مع السلامه طاطا ليندا تحياتنا ليها قالت لنا قالت لي غني غنيه غنيت لها عاس الحلاني واني مريت يا سلام عليكم هكذا تخلص كنت غلبان فهاديك كنت صغير وهذاك الوقت كانت الاغاني الشرقيه لا كنت صغير عندي اخوات عندي خواتات في البيت انا وحدي ذكر فكانوا هذاك الوقت الاغاني الشرقيه وحفظتها ورحت غنيتها لهم كان في عمري 6 سنين غني لنا واني مريت عاس الحلاني واسمك صالح الدين بيبيطو يعطيك الصحه والله شي ما فيك ربي يخليك نقول لكم مشاهدينا الكرام متواصلين معكم نعاودوا نتلاقاو مع اسطوره الطبخ كما قالت لنا السيده المتصله مع شيف نديم بعد هذا الفاتح تفضلوا في نفسي كده ولا ويا النور في جيا وانا يا في الظلام مليحة هذه مدينة تكسها الله يسلمك أبدات حبيبي خليك ميرسي رولي تاطون فرانسيسكو زيد لي يا سلام كوكيز الله كمل خلاص درنا أي تفضل دي طيب نعم وزدنا درنا رولي تاع اوطون درنا لاباط تاعو من الداخل درنا فارسيون فرماج اوطون خير اوطون الويل لا انا الدوق اللي نحبو فرونسكو بزاف كما قلنا فيه بزاف ادواء نخيرو الدوق اللي نحبو واش مدير طون واش مدير الويل عادي نخدم بزاف بالويل لا الاطباق كل واحد كشي يحب انا ما نخرج ديك الفريت بلي عندهم تاع الفيمي عندنا فيمي عندنا الزيتون حار واو بزاف انواع ومام الداخل لي كونسيسيون لي مورسو تاعو سي بون ملاح ماشي خشان ماشي فتات هذاك تاع الطون نعم حبه طون صح شكرا صالح لهنا درنا ان غراتان او بولي كريم بيشاميل نعم الكوكيز تاعنا يا بزاف بنان لي كوكيز فريمون بون كنتي نكمل المرسو ديالي ايه لان انا معليش نديم الله يسلمك اسطوره كما قالوا لك ربي يخليك صالح ميرسي بو ربي يحفظك خويا العزيز ربي يزين ليامات ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا رب زهره وي شكرا لك شكرا لك يعيشك
يعيشك تعيش صالح. حلات لك نختم. يعطيك الصحة صالح. شكرا لك نديم. فريق التقني يعطيهم الصحة بالواحد. نبداو بالفريق التقني لانهم عندهم عمل كبير. شوفوا فاروق تبرونزا وراح تطلع كونزا تبرونزا مرة واحدة أخرى. دوكوش. غري تبرونزا فاروق يعطيك الصحة أخوي العزيز. شيفا مصورة أنا من هنا يعطيك الصحة. في الصوت رضا نواور يعطيه الصحة. شكرا على المجهودات اللي يقوم بها خاصة لما نستضيف فنانين عمل كبيرة ويتنقام حتى نعطوا لكم صوت شباب. في سكريبت سي فاكس دائما يتابع كل كبيرة وصغيرة. وضدنين بوخلف في الإخراج وكذلك رضوان كسري مسؤول البلاطو. كذلك مالك اللي هو مسؤول والمدير التقني كل ما هو تقني في هذا البلاطو. نعم. وأنا فريق الإعداد أكيد ليسهروا على محتوى هذا البرنامج على رأسهم في اللاب وحدبة مسؤولة الإعداد أكيد محمد موفق أيضا محمد موفق ريان أم الدور أيضا زاهيب زروق وسيرين بخاري محمد موفق سميته هو الأول زكريا فريدي أيضا نقول لكم تحية كبيرة لكم زيدي سامي بودين المصور سامي بودين حمزة المركب مش كفاية الضغط الضغط يولد الانفجار يلا شكرا لكم يعطيكم الصحة المتابعة على خير السلام.